السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود عبد الباسط مدير الوحدة الأثرية في القاهرة التاريخية. هتشرف النهاردة ان انا هقدم لكم نبذة كده عن خبرتي القليلة او ما قرأته او ما شاهدته في اعمال الترميم ودور مفتش الاثار في مشروع الترميم. ويمكن قبل ما اتكلم عن دور مفتش الاثار في مشروع الترميم، هو في الغالب مفتش الاثار لا يقتصر دوره على مشروع الترميم فقط، لكن مفتش الاثار بشكل قانوني يعني هو ممثل النائب العام في المنطقة الأثرية فيما يخص الأثار، وبالتالي بيقدر يقوم بمعظم الأعمال اللي فيها صيانة وحفظ ومنع أي تعدي على الأثر. بيقتصر أبو غلام أنتوا عارفين على فكرة الحفاير، الضبط المساحي للأثار وتحديد حدوده والحرم، بيقتصر على جد المخازن، على كل الأعمال اللي من شأنها إنها تحفظ الأثر داخل المنطقة. من أهم الأدوار دي دوره داخل مشروع الترميم. ومع الأسف كلية الآثار رغم إن أساتذتنا طبعاً ما بخلوش علينا بجهد في علمهم، لكن إحنا بنفتقد مادة تخص العمل الأثري بشكل عملي في المواقع. فيما يخص الحفاير دي مادة قليلة أوي، يمكن ناخدها في ثالثة أو رابعة لو حد فاكر، هي مادة وحيدة ومش مقترنة بعملي، وده يعتبر إجابة خطيرة جداً في الموضوع. الموضوع التاني مش موجود بقى اللي هو ازاي مفتش الاثار او المختص بالاثار اللي هيطلع هيدير عمل ترميمي داخل مبنى، ده مش موجود داخل الكليه. مع ان انت ممكن، والغريبه ان انا مثلا اول ما استلمت شغلي تاني يوم الصبح كنت واخد مشرف على ترميم وكاله بزرعه مع مفتشين طبعا كبار تانيين. بقيت مستغرب ان انا لسه جاي اول يوم واول حاجه انزل اشتغل مشروع ترميم. طب ايه الخبره؟ انا لسه ما فيش حاجه، انا داخل اتعلم. انت بقى كل حسب مجهودك، لو انت بتحب الاثار وشايف ان المساله مش تنسيق او مش كده، فانت هتسال وهتعرف تعلم نفسك حاجه بحاجه. طب ليه انا ما اكونش داخل مؤهل بالفكره من البدايه بحيث ان انا داخل على اليه محدده؟ عشان كده دور مفتش الاثار في مشروع الترميم مهم جدا انك تعرفه. مهم اولا انك تكون بتحب الاثار مخلص للفكره، ثالثا وده الاهم انك بتتعامل مع عمال عام، يعني بتعمل في شركه بتنفذ ومال عام يصرف على هذه المنشاه، وبالتالي انت قايم على هذه المساله ومالك فيها هيؤدي لاهدار مال عام الى جانب اهدار اثر، وده اهم من المال العام كمان يعني. زي ما انتم عارفين ان الغلطه في الاثر ما بتتصلحش. بالنسبه لحكايه الاثر نفسه هنا مشروع الترميم، الاثر هو زي يمكن دكتور علي وفر عليا مقدمه طويله قوي في تعريف التراث الانساني، ولكن واجب علينا دلوقتي ان احنا نبص نظره اشمل واعم للاثر. بمعنى ان الاثر مثلا لو اموي لو فاطمي عثماني كل ده يعنينا تاريخيا ومر في حضارتنا، لازم برضو نبص له من سياق تاريخ الفن، ودي نظره اليونسكو والمنظمات العالميه. هو من بعيد عمال يصنفنا ويشوف ده دخل في التراث، ده ترمم صح ده ترمم غلط، واحنا المفترض ان احنا يبقى لنا نفس النظره ان احنا جزء من هذا التراث العالمي وان احنا منظومه لا تنفصل عنه. وبالتالي لما اجي اتعامل مع الاثر بتعامل على هذا الاساس، وده اللي بيخليني اعترف بهذه المواثيق واشتغل عليها وبقدر الامكان اقدر انفذ جزء منها. الاثر بمجرد نزول البنا من عليه ساعه الانشاء تبدا عوامل التلف والتعريه تعتري، يعني خلاص يعني هو بدا الايه؟ معامل الزمني هو في قمه الكيرف، يبدا الكيرف ايه؟ ينزل. المنشئ لما عمل الاثر كان عامله طبعا على اساس ان هو يتقي فيه عوامل الزمن كلها، سواء البنى بالحجر والاجر والخشب، واعتقد ان مفيش مبنى هيخلو من ايه؟ من الثلاث حاجات دول. عشان يحفظ المبنى ده هو كان ناصح جدا وواعي، وخصوصا انه كان مثلا امير تاجر، يعني الشخص اللي بيعمل منشأة مرفقية عامة أو منشأة خدمية عامة بالتالي كان قادر على إن هو يصرف عليها. بعد ما بيصرف عليها ويخلصها منشأة عمارة لبنا لخامات لاستخدام رخام من أماكن تانية، كان بيعمل حاجة اسمها وثيقة الوقف. وثيقة الوقف ديت أنا بعادلها دلوقتي بمقايسة الترميم. وثيقة الوقف بتعني إن هو عمل دوكيومنت بيقول فيه إن أنا هذا المبنى يجب ان يظل يعمل بالطريقه الفلانيه، كمدرسه
بتعلم مصريين وبتعلم ناس وافدين من بره كبيت، ممكن بيت للطلبة يباتوا فيه، كمرافق فيها ساقية وفيها موضة، كمكان للدرس، كمكان للعبادة. وبالتالي الوثيقة بتحدد الوظيفة، وبعدين تحدد دولاب العمل، دولاب العمل القائم على ايه؟ على هذه الوظائف. دولاب العمل يعني ايه؟ يعني المؤذن والمقرئ والخطيب والفراش وخادم الموضة وخادم الساقية وشاب العمارة والسباك، كان بيذكر بنفس هذه. اذا الوثيقة كان هي اول شكل من اشكال العمل الترميمي المدفوع بانشاء القصر. ودي حاجة اعتقد انها ممكن يعني اللي عايز يشتغل فيها، اللي هو ايه؟ صيانة القصر من خلال الوثيقة. يعني احنا دلوقتي بنحط مشاريع ترميم ونجيب شركات تنظف القصر وشركات تعمل تطور حضاري مش عارف ايه، لكن لو رجعت لوثيقة القصر نفسها ممكن توفر عليك جهد كبير قوي، لان المنشئ ده حاطط عدد العمال كذا وعايز كذا وكان لازم تتخدم فيها فلان وفلان وفلان وايه، وبعد كده يقوم واقف وليه سموها وقفية؟ لانه اوقف عليها ارض او محلات او مشروع، بمعنى ان ريع او الفلوس اللي طالعه مكسب من هذا المشروع من الوكالة دي او من الارض اللي في اليوب او في وسنة او الاخر هتتصرف على هذا المسجد. وخلى قيم على المسألة كلها ناظر وقف. ناظر الوقف ده ساعات بيكون من قرايبه، من عيلة القوم الثمانين، يصرف على القصر. اذا فهو حط دولاب العمل ومصدر الدخل اللي هيقدر بيه يحفظ القصر. ده الوضع قديم في المملوكي في العثماني، واللي احنا بنفتقده دلوقتي. معظم الاماكن بتلاقيها خاربة ليه؟ لان الوقفية مع الاسف بمرور الزمن وقفت. انقطع عمل الوقفية فانقطع خدمه كل الناس الموجودين. يعني مثلا هتلاقي اكتر نموذج مسجد محمد بكر الذهب الموجود امام جامع الازهر. الجامع ده لم تتم فيه الصلاه منذ اكتر من قرنين تقريبا، واتفتح على فترات متقطعه ويرجع تاني. ليه؟ اعتقد ان السبب الاساسي هو ان وقفيته انتهت، او وقفيته تم عليها استبدالات قانونيه واشياء كده خلت المساله تقف. وده حصل مع مساجد كتير، وبالتالي وصلنا كتير قوي من المساجد والاثار الاسلاميه خاربه. اعتقد انها ممكن تكون بسبب هذه المساله، ان الوقفيات ما استمرش عملها بنفس اللي كتب الوقف، مع ان الوقف حاطط ضمانات ومحلف قضاه ساعتها وجايب شهود ان الوقف ده لا يصح استبداله ولا يصح ان حد يتعامل عليه او يصادره. حتى يمكن بعض المملوك كان عشان يهرب من المصادره، او لو هو له عدو امير اخر يعني، او في حالة الانفلات سياسي بتحصل، عشان يحفظ امواله كان بيعملها وقف الجامع، ان الوقف ما حدش يقدر يجي جنبه. تمام، هجاوب على حضرتك حالا. فاحنا بنرمم الاثر لان عوامل التلف بدات تشتغل عليه. تشتغل عليه بقى، عندك ميه جوفيه، عندك رطوبه، عندك املاح، لان انت بتجيب ماده الحجر بتجيبها من بيئتها الطبيعيه وتحطها في دلتا النيل او في اي جزء من مصر، تبدا عوامل التلف تخش عليها. وانا بشبه دايما الحجر بمعامل الاسفنجه الصلبه، الخاصيه الشعريه اللي فيه وقدرته على امتصاص السوائل دي كلها، وبالتالي الحجر بيبدا يتعامل مع البيئه المحيطه بيه فبيختلف تكوينه. وكذلك برضو الاخشاب، زي ما انتم شايفين لسه دكتور علي كان مفسر الخشب كماده عضويه بتعرض للتلف، وبالتالي عوامل التلف اللي بتطرا على القصر بتستدعي في مرحله ما ان يتدخل. تحديد اولويات التدخل بحد الضرر حضرتك، بمعنى ان المجلس على الاثار او وزاره الدوله لشؤون الاثار بتقول انا عندي ايه اولويات وفقا لمين بقى؟ للتفتيش. التفتيش بتقول الحقني، القصر ده بيقع. واحد تاني بيقول لا الحقني، انا عندي عتب في شرخ. واحد تاني بيقول انا عندي مجموعه اثار منقوله محتاجه للترميم. يبقى الاولويات في القصر اللي على وشك الانهيار، وطبعا عذرا في كلمه اولويات لانه كله مهم، لكن الاولويات عشان المساله الماديه وطبقا لامكانيات الدوله ده اللي بيخليك تشتغل بالطريقه ديت. والاولى طبعا والاهم والاصح ان احنا نشتغل فيها كلها مره واحده وتترمم مره واحده دون النظر لمساله اولويات، لان الاثر على اختلاف تاريخه وعلى اختلاف حالاته هو يخص هذه الامه، وترميمه هو حفظ الذاكره او ذاكره هذه الامه. اول حاجه بيعملها مجلس اعلى الاثار انه يدي الموضوع الاستشاري لمكتب استشاري. احيانا المكتب الاستشاري ده بيكون مكتب استشاري معتمد خاص بفرد او صاحب قطاع خاص يعني، واحيانا مكتب استشاري خاص بجامعات زي مثلا هندسه الاثار والبيئه.
او مكتب استشاري خاص بافراد مثلا ماري ماي ونيره بيجي مثلا ده مكتب استشاري. يبدا الاستشاري يدرس ينزل الاثر، يجي هنا المكان يبص على الحوائط، يبص على عوامل التلف، يبدا يشخص الحاله عامل زي الطبيب كده اللي نازل للمريض، بيبص عليه بيقول لا ده محتاج ترميم في الحته الفلانيه، حقن اساسات، ترميم اخشاب، اعاده دهان في الحته الفلانيه، ويحط ضوابط، وبتكون طبعا ضوابط او ضوابط اثريه في الالوان اللي هتستخدم في طرق الصنعه. فممكن يبدا يحط دراسه كبيره قوي، يعمل لها مقدمه اثريه او مقدمه هندسيه ووصف للاثر وتوصياته باعمال الخشب والحجر والاساسات اللي هتتم لحد ما ينتهي خالص من الايه؟ من المؤسسه. ده الاستشاري بتخلص المرحله بتاعته. بقول له متشكر جدا، اتفضل خد فلوسك. انا هطرح بقى المؤسسه دي بما ان انا بتعتمد طبعا من لجنه، بقول المؤسسه دي يا جماعه هتتكلف قد ايه؟ ويحط لها زي ما تقول رقم، تبدا المناقصه تنزل تاخدها شركه. الشركه بتنزل تحت اشراف اثري ومهندس، حاجه اسمها ايه؟ جهاز الاشراف الفني. جهاز الاشراف الفني للمشروع هو المهندس والمرمم اللي هو الترميم الدقيق ومفتش الاثار. الثلاثه دول مفيش حد فيهم رئيس على حد. الثلاثه دول بيتسموا جهاز اشراف. جهاز الاشراف لازم يقعد مع بعضه ويتكلم ويتفاهم ويوصل لحلول. لو انت اثري وشايف ان انت المساله الاثريه ديت بتستدعي ان اعملها كذا او اعملها بالطريقه الفلانيه وهو معترض، عليك ان انت تقدم رايك اسانيد، اسانيدك دايما من وثيقه الاثر. واحنا قلنا من الوقفيه، يعني عذرا كلمه الوقفيه زي ما قلنا وشرحت لكم عامله ازاي، بس من اهم مميزاتها ان فيها وصف كامل للاثر بالاعتاب بالابواب بالدخول بالخروج بالشبابيك بكل حاجه. رجوع المفتش للوثيقه هيوفر عليك كتير جدا. هيبدا يخش وايه؟ ومن خلال الوثيقه يدعم رايه، ما لقاش دعم لرايه ما يقدرش يمشيه. وكذلك المهندس وكذلك المرمم. يبقى الثلاثه او الكاست اللي بيشتغل ده عليه انه يكون في حركه تناغم بينهم وبين بعض، لان مع الاسف لو في حد يشتغل في مشاريع ترميم قبل كده بعتقد دايما ان في كده حاله تصادم ما بين مثلا المهندس والاثري. في كل واحد بيحاول ياخد تخصص اكبر او يبان ان هو قيادي في المشروع اكتر، ودي يمكن من ازمات مشاريع الترميم اللي بتخلي جو العمل داخل المكان مش كويس او مش محفز يعني، وبالتالي بتخلي المشروع كله يمشي ببطء او ما بيوصلش لقرارات صحيحه. اختلفتوا في الراي والمساله وصلت لشكل ما فيهوش حل، بترجع للجان اللجنه الدايمه. في حاجه اسمها عندنا اللجنه الدايمه للاثار الانسانيه والقبطيه، بتعرض على اللجنه الدايمه بتديك قرارها، وهم مجموعه طبعا من المتخصصين ورؤساء القطاعات ودكاتره وناس محترمه بيبداوا يشوفوا الطرح بتاعك. طبعا انت بتطرحه بوجهه نظر اثريه وبتحط اسانيدك وشغلك او بتقوله كاقتراح لو ما عندكش اسانيد. بيبدا هو يعاين المساله ويشوف. عفوا. التناوب من شخوص بيؤدي لنجاح الاعمال، احترام التخصص في النهايه انت لازم تحترم التخصص بتاعه. الخلاف على الامور الفنيه زي ما قلنا لازم يؤدي الى دراسه متناقضه. اتفضل. معاك. اسمحوا لي اخر الكلام. الكلام ده محترم جدا، وفعلا في مجموعه من المهندسين ومجموعه من المفتشين عايزين يعملوا النظام ده وطرحوه في اكثر من مشروع، وقالوا يا جماعه احنا عندنا عمال وعندنا مهندسين في كل المجالات، مرممين ترميم دقيق، عندنا ناس مختصه بالاثار، ليه ما يتعملش مش شركه يعني ولو جهاز بشكل تجريبي حتى، حط فيه 10 مهندسين و10 مفتشين وحط فيه كاست عمال وابدا خليه ياخد اثر نموذج يشتغل، وحط عليه قيم لجنه تشوف اعماله ويعرض شغله على اللجنه الدايمه. مع الاسف لحد دلوقتي ما صدرش قرار زي ده. ده في حاجه كمان نقطه يمكن بتخلي اللي حضرتك بتقوله ده يتنفذ بشكل اوقع بقى، اللي هي مرحله الاستشاري. انا ليه ادور استشاري كمان ادور اسمه؟ احنا قاعدين كلنا اهو، واحنا ورانا حاجه غير ان احنا نقعد نقرا اثار ونشوف المبلغ راح فين ونجيب منين وندور على وثيقته ونطلعها ونحللها. طب ما احنا بنتعب يا جماعه الوقت. وبعدين في الاستشاري في الاخر بتقول بيعمل ايه؟ يروح نازل المنطقه ما عندكوش داتا،
بلد انت مديله الداتا، تلاقي الداتا فيها مراجع وهو رايح للمراجع وجايب شويه كلام زياده ومصور اكتر وعامل الورق كده جرافيك جميل وطبعه كده جلاسيه حلو يعني، ويروح ايه مقدمه مع احترام الاستشاريين طبعا، في منهم ناس بتقدم حاجات رائعه ومكاتب حلوه، لكن في ناس على حسب علمي وحسب ما انا شفت بيعمل كده، يرجع للتفتيش ياخد منه داتا يبدا ايه يجملها شويه، واللي بيضيفه بقى عندك ايه البلانات، بيرفع معماري كويس مش عارف ايه بتاع، ويبدا ايه طب انا طب مرحله الاستشاري دي احنا انت عندك 208 او 282 واحد من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير، واخد بالك، وتمت الموافقه على عمل مركز البحوث، مركز بحوث للاثار، مركز البحوث ده واخد بال حضرتك احنا ممكن مش عارف المبلغ اللي بيدفع عليه الاستشاريين في السنه لما كانت المشاريع شغاله، لكن انت ممكن ببساطه خالص مركز بحوث دول موظفين عندك، انت حولت الكادر بتاعهم لكادر ايه؟ دكاتره اللي هو كادر البحث العلمي، دكاتره الجامعه، وعملت منهم مركز بحث علمي، شغلته في الدنيا انك بتقول له اعمل لي لجنه من الاساتذه المتخصصين وادخل اعمل لي مشروع ترميم الاثر. زي الاستشاري بالظبط، بل هم بقى مش استشاري واحد بقى، ده انت معاك ايه؟ 10 12 دكتور كل واحد في تخصصه. بالعكس انت كمان واحد يعني مثلا في رساله لو في الشريف عارف في رساله عن معموله عن مجموعه في الحضار مثلا دكتوره امامي، هتجيب الدكتوره امامي اللي عملت الرساله واللي اشتغلت على الوثيقه، وهتجيب المرمم اللي كان شغال هنا قبل كده، وهتجيب فلان، وهتقول له انا عايز اعمل صيانه ثاني هيشتغل، يبقى مرحله الاستشاري متغطيه ومرحله الشركه، وفي الاخر انا هوفر على نفس الملايين، يعني لو انت فاكر ان دول هياخدوا فلوس كتير لا مش هياخدوا حاجه، موظفين عندك ولو والكادر بتاعه مش هياخد حاجه. ففعلا هي فكره جديره بالاتم، ويا ريت تتبنوها لان الناس كتير قدمتها، وفي مهندسين من الصعيد على فكره، وفي مهندس من الصعيد في المنيا زميل ليا كلمني وقال لي الراجل ده مستعد يعمل الفكره ديت وهو نشيط جدا، ونفسه يعمل قصد المهندسين ويبدا شركه داخل المجلس الاعلى للاثار او وزاره الدوله في الاثار. مواسط المشروع زي ما اتكلمنا عن الوثيقه اللي هي القديمه اللي بتديك خلفيه الاثر، لازم نتكلم عن المقايسه. المقايسه بقى عندك ادي ورقه قديمه اهي توصف لك المكان، عندك المقايسه. المقايسه دي بقى عباره عن نص جديد جاي لك بيقول لك انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا. المفتش الاثار اللي يقعد في الموقع يشرب فيه ويمشي من غير ما يطلع على وثيقه الاثر ويعرف اصلها ايه، ولو ما فيش وثيقه يطلع على مصادر اخرى، والمفتش اللي قاعد وما قراش الوثيقه وبيعتقد انها شغله مهندس او مرمم بس، عذرا في الكلمه يعني هيتخدع وهو قاعد. مش عايز اقول كلام تاني. هيتخدع وهو قاعد، يعني هيتضحك عليه ضحك السنين زي ما بنقول. ليه؟ لان هو لا عارف الاصل ولا عارف اللي هيحصل. وبالتالي بيعتقد ان المؤسسه يقرا كده ايه اعمال مش عارف ايه اصول الصنعه وخشب مشرب، هو بيقرا مصطلحات صنعه كتير قوي، فيعني في ايه يبعد عن الموضوع لانها كلها مصطلحات جديده، مع انها مصطلحات تهمه جدا، ولو مسك المقايسه هيطلع مصطلحات الصنعه الجديده والقديمه ممكن يعمل دراسه يقارن بينها لو عايز راجل باحث يعني وعايز يشتغل، لكن لو اتشرب المقايسه والفاظها ولغتها وعرف ايه اللي هيتعمل بالظبط محدش هيعمل حاجه ده، لان في شركات ساعات بتشتغل بدماغها يلاقي المقايسه يقول لك انا ايه اللي شغال في الحاجات دي، طب ما انا يعني مثلا عنده الحيطه لو انت المفروض تقول له احقن بعد كده هتعمل هتشيل الطوبتين ولا الحجرين دول وتبدلهم بحجر مواصفاته ان هو حجر هشم احمر، يقول لك ليه ومش عارف ايه وبتاع ايه لازق لك اي حجرين، اللي عارف نوع الحجر اللي محطوط في المقايسه مش هيخلي المقاول يضحك عليه ويحط له حجاره ثانيه وتبقى سبه في سيرته الاثريه ان هو ما قدرش حتى يعمل كنترول على حجرين هيتحط في الارضيه او في الحجر. فدي المقايسه هي اللي بتخليك تعرف الوضع القديم والوضع الرهن وهتتعامل ازاي مع مشاريع الترميم. زائد ان قراءه المقايسه هتديك قدره على تنظيم اولويات العمل. بمعنى ان الشركه شايفه ان البند ده هيكسلها كتير قوي فتروح شغاله مثلا في السطح والبند من تحت بيقع والعمدان متقاتله فبص ايه طالع اول بند سطح ليه يا عم استحاله وانا هشيل بلاط واحط بلاط واحط عزل واعمل جلد رباط وبتاع فالدنيا هتمشي معايا فانا هاخد هصرف البند ده بسرعه. بس ده ضد الاثر انت كده تقعد تدقدق فوق وانا عندي اساسات مش مظبوطه وعمدان مشرخه. فاذا اولويات العمل الاثري داخل المؤسسه انت اللي بتحددها، بتحددها ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها اوامر التشغيل. اوامر التشغيل مهمه ليه؟ انت ما تجيلكش الاوامر اللي تمضي عليها بس. لا انت اوامر التشغيل انت بتعملها بناء على اولوياتك انت، انت عندك مؤسسه من 300 بند. انا اقول لك هتشتغل في ايه طبقا للاتفاق الاثري. احنا كده مع بعض الثلاثه بنقول يا جماعه الاولويات كذا، فامر التشغيل ان الشركه رسميا ما تقدرش تحط حتى انها رسم على المؤسسه واستلمت الموقع ما برضه مش هتشتغل غير لما تديها امر داخل الموقع بانها تشتغل، وتبقى حريص على ده وان الامر يجي باولويات التنفيذ واولويات الحاله الرهنه للاثر.
إمكانية تعديل المقايسة في حالة مخالفتها للوضع الأثري. معنى إن أنت ممكن تجيلك مقايسة زي الفل مطبوعة وموافق عليها لجان ومعدية على كل الدنيا، وممكن في بند فيها تيجي تنفذه تلاقيه مخالف للشكل الأثري. أنا مثلا مر عليا في وكالة الغوري بند عبارة عن دواليب حائطية على جانبي المدخل. الدواليب دي دواليب خشب معمول عليها إزاز، اتعامل معاها الناس الشارع إنها دواليب أثرية ويجب الحفاظ عليها. وهي دواليب أبلكاش وأواز خشبية وملهاش أي قيمة. وهي كل الحكاية إن كان بتوع المراسم الفنية بيحطوا فيها شغلهم. لما رجعت الوثيقة لقيت عبارة عن دخلتها على جانبي الحائط لجلوس الحارس. دول بقى كانوا بند ب 16,000 ديفك، 16,000 جنيه مش عارف إعادة ترتيب، يعني ما يطلب من حوالي 30-40,000 جنيه كده. واخد بالك؟ فانت بتجيب فتره من الوثيقه بتقول يا جماعه الوصف الاثري الوضع الاثري ده الدواليب دي مستحدثه ترفعه للجنه. لما تقول لك اه صح تقول لك لا، يعني انت لما تجيب له وضع اثري اصيل وان ده مستحدث تقول لك لا، هتقول لك اه هتتوافق على اللي انت مقدمه لان ما اقدرش اتكلم بعد الوثيقه، هتوافق على اللي انت مقدمه لان ده في حفظ للمال العام. انت شلت بندين وشلت بندين وفقت الترتيب وبعدين اعاده وهترجع دواليب حقيقيه مستحدثه يبقى ضغط على الاثر. اذا لما انت تبقى فايق لكل البنود وعارف انت رايح فين وجاي منين هتبدا تعدل في المقايسه. وبعدين المساله عايزه جرأه، جرأه مدروسه، جرأه ومغامره مدروسه. بمعنى ان الاثري زي ما قلنا كده مفيش حاجه بتعمل بالتخمين، التخمين يقف عند الترميم. لكن لما انت تكون واقف عند نقطه معينه فيها اشكال او فيها اختلاف لازم توقف عشان تدرس، ما تاخدش قرار وانت واقف ابدا. ما تجيش تحفر حاجه في ارضيه مثلا وكاله او ارضيه بيت وتطلع لك شاهد حيطه كده اه ده صهريج، ما ينفعش كل الكلام ده. لازم تستنى، لازم تستنى لما تعمل جنبه جثه واثنين وثلاثه ولو لقيت الامر يتسجل انك تحفر وتطلع بقيه المبنى لازم تطلعه. لقيت ان الوضع الانشائي ممكن للاثر ما يستحملش انك تطلع المبنى ما تطلعوش، اكشف عنه جزء يسيبه. اذا في حاجات كتيره جدا انت اول ما بتبقى انت فرحان دايما بلذه الاكتشاف ان انت لقيت حاجه فبتقرر بسرعه. وده اسرع خطا، اسرع خطا ممكن ايه يخليك تاخد قرار تبني عليه قرارات مش مظبوطه. لذا التأني في اعمال الحفاير داخل المشروع، يعني انت ممكن تشتغل في المشروع تلاقي حفاير واحد بينادى على اسمه إيه. طبعا المقايسة بتفيدك في توجيه الشركه تصحيح مسارها في حاله الخروج عن البنود المتفقه زي ما اتفقنا انت بتحدد لها الاولويات. اعداد المادة العلمية، اعداد المادة العلمية للاطلاع على الدراسة الاستشارية. ده مبدئيا انت زي ما اطلعت على المقايسة الدراسة الاستشارية بقى بتلاقي فيها التوثيق الجغرافي، توثيق معماري، بتلاقي فيها البلانات، بتلاقي فيها تصورات الاستشاري لما بعد الترميم. فكل ده انت لازم زي ما تقرا المقايسة هتقرا الاستشاري قال ايه، لان الاستشاري ده شخصية انت هتعوزها كتير قوي جوه المبنى، لان انت دافع فلوس، يعني انت جايب شركة ودافع لها فلوس عشان ترمم. وبالتالي انا لما اختار في امر هندسي او اثري وفي الغالب بيكون هندسي بقول له طيب تعالى انت هات الاستشاري بتاعك اللي انا دافع فلوس دوت وهاته علشان يحل لي مشاكل الاثاث، مش هو اللي قايل ده؟ اذا وانا ممكن يكون عندي حل، بس انا عايز واحد ايه المانع ان ده يجي يفكر معايا ادام انا دافع ممكن يديني حل افضل، ممكن يكون انا غلطان وهو يديني حل افضل او قاصد حاجه والشركه بتنفذ حاجه ثانيه. اذا معرفتك بالمقايسه ودراسه الاستشاري وازاي انت تستدعي الناس دي في وقت ما تعوزها وازاي الشركه تنفذ اوامرك وفقا لضوابط حاططها جهاز الاشراف، انت في النهايه تقدر تدير المشروع صح. بعد كده احنا ما عملناش يا جماعه سنه كده، احنا عندنا ادي الوثيقه، ادي الوثيقه ودي المقايسه. المقايسه دي بتدفع فلوس مثلا اعمال الهدم والهدم مش عارف ايه وبتاع في الحدود دي الوثيقه لا وصحيح. وده الفرق بين الدوكيمنت القديم والجديد وازاي انت تطلع ما بينهم الاصل الاثري اللي انت هتشتغل عليه. حتى لو كانت المقايسه قايله غلط انت لازم تصححها، وعشان كده قرايه الوثيقه بتدي للمفتش الشخص زبائنها في ان هو يكون مراصد لاي اعمال تتم مخالفه بطبيعه الاصل. فكره المغامره بقى اللي احنا بنتكلم عنها لجنه حفظ الاصول العراقيه. الوثيقه محفوظه في منها حاجات اداره الوثائق القوميه وفي منها في الارشيف الاول وفي منها لو عايز تدخل عليها تبقى منشوره في الرسائل. يعني مثلا لو حد عامل عن مجموعه قايتباي، لو حد عامل عن الغول بتيجي نشر الرساله بتاعته او نشر الوثيقه بتاعته. اذا في الرساله العلميه نشره سواء اثار او اداب اثار وهتلاقي الدار الوثائق وفي الاوقات نعم
انا مش عندي النسبة، بس هو معظم التصارف اللي درسناها كان فيها الوثيقة بتاعتنا موجودة، واللي مش موجودة بتستدل على ايه بقى؟ بالمصادر، بترجع للمصادر، والمصادر انواع، منها المصادر المعاصرة، المصادر اللي بتوصل بعد كده، مثلا زي ايه؟ زي كتب القطط، المقريزي، والجبرتي، الجبرتي حوليات، علي باشا مبارك، الكتب دي كلها تقدر ترجع لها. لما ترجع للكتب دي بتديك الاصل مثلا، ساعات علي مبارك مثلا لقيته ناشر ثقافة الذهب مثلا جزء منها، ودخل على الساقية وسط المكان وبتاع وكلام من ده. اذا اللي ما لقوش منشور او وثيقته موجودة بترجع للمصادر، بتلاقي المصادر انواع اوثاقها واقرابها للحدث او للاثر. معنى الجدف الفاطمي، ارجع لمؤرخين فاطميين عشان اوصل الاصل والمملوكة العثمانية وهكذا. اذا رجوع للمصدر بعد كده المراجع نفسها. بعد كده عندك لجنه حفظ الاصول العربيه، ثلاث لجنه حفظ الاصول العربيه زي ما احنا هنشوف. لجنه حفظ الاصول العربيه كان ليها اعمال كتيره جدا من سنه 1882 مش كده يا شريف؟ 1882 اللجنه دي اتشكلت علشان تحفظ الاثار الاسلاميه، وكان فيها اجانب توماس كلارك وهيرتس بيك ومجموعه من الاثريين المصريين اللي كانوا مهتمين جدا بالتراث المصري كشيء نادر وصعب تعوضه. عشان كده وقفوا على الترميم وقعدوا يشتغلوا. ممكن هل ارتجلوا؟ لا، ما ارتجلوش. الناس كانت فاهمه وكانت بتشتغل في ظروف بيئتها او في الظروف اللي كانت موجوده زي دلوقتي. يعني لما تشوف حاجه اللي قبل الاثار تقول هم كملوها ازاي ولا عملوها ازاي، الظرف اللي كان باصص فيه الاثر وقيمته كان مختلف عن دلوقتي، وكان رؤيته على الشغل اكبر من دلوقتي. بعد المواثيق الدوليه اللي كانت بتتكلم عنها الدكتور علي وصولا للان، يعني هو اشتغل كان عنده براعه تجربه شويه. بص انت مثلا الصوره ديت، ده منزل زينب خاتون في منطقه البطنيه. المنزل ده هتشوف لجنه حفظ الاثار العربيه كانت عامله ايه. كانت شايله مثلا المدخل الرئيسي، كانت شايله الحائط اللي كان فيه، ولما رجع ازاي. وكذلك برضه لو بصيت على كانت الغوري، على فكره اللي دخل فيكم كانت الغوري، وكانت الغوري كانت مهدوده، كان ما فيش فيها غير دور واحد ارضي هو اللي كان حجر، والباقي لما استكمل خرسانه مسلحه. حد بقى يعني ايه هيقف ويقول لك طب ما شلتوش الخرسانه ليه؟ ما عملتوش ليه؟ دخل في الخرسانه المسلحه اسقف خشب وحط تطبيق مملوكي قديم في الاسقف الخشب، فالخرسانه المسلحه بقى فيها تطبيق خشب قديم، وعشان تتعامل معاها وتهد المسلحات تاني ممكن تاثر على الانشاءات اللي تحت، وبالتالي الاحتفاظ بهذا الوضع زي ما اقرته اللجنه هو اسلم من ايه؟ الاوضاع اللي موجوده دلوقتي بشكله اللي موجود حاليا. لكن يعني انت اولا ما تقدرش تنكر ان في مسلحات، ما تقدرش تنكر انك هتتعامل بمنطقتين في الترميم، منطق يخص احجار ومنطق يخص مسلحات، ما تقدرش او شكل هيكلي زي ما بيسموه، ما تقدرش تنكر ان انت تتعامل مع رنكات طلع فيها تدهين وطلع فيها كتابات لازم تتحفظ بطريقه. لما انا اجي اتعامل بالطريقه دلوقتي مواثيق الترميم، في ميثاق يقول لك ما تكملش، وفي يقول لك كمل. طب انا دلوقتي هتعامل باكثر من طريقه جوه الاثر، اذا انا ممكن استخدم اكثر من طريقه في الترميم داخل اثر واحد، بمعنى ان انا مش هقدر اجي جنب الحجر والنظام الهيكلي اللي موجود ومش هقدر اهده، بالعكس انا هرممه على هذه الوضع. لكن هقدر اجي على الرنك الاصلي واسيبه زي ما هو، يا دوب بس اشيل من عليه السناب والحاجات اللي يبقى لي. اذا انا استخدمت هنا طريقة، استخدمت هنا طريقة. ساعات اللجنة كانت بتشتغل وبتشيل، بس هي كانت عارفة بتعمل ايه، وكانت بتبني على النسق القديم وبتجيب نفس تخانات الحجارة ونفس ايه البناء على الاساسات القديمة، ولكن كان فيها جرأة شوية. لازم يعني نعرف الجرأة دي كانت نابعة زي ما اتفقنا ان هو عبر الزمن، يعني فكرة تغير المفاهيم عبر الزمن وعبر ظهور مواثيق جديدة. مثلا هنا الأرضية القديمة بتاعت منزل زينب خاتون بتقول لك انه كان حجر، ان هو كان معصراني. معصراني يعني الحجر اللي هو المستطيل الرفيع، في من المعصراني الازرق والابيض اللي بيتحط في الاسطح في الدور العلوي عشان ما ايه ما يعملش احمال. لكن لجنه حفظ الاثار العربيه حطت ارضيه بتاعت زينب خاتون، حطت ارضيه، حطت بناء الارضيه اللي هي بيسموها ضرب خيط رفيع، اللي هو رخام ما بين رخام ضرب الخيط، هو بيتسمى مصطلح ضرب الخيط علشان هم كانوا بيصنعوه، كانوا بيشدوا خيطين بالمسمار، والخيط ده كان بيبقى ممنوع في لون، ويسيبوا زي السهم كده زي ما بيشد القوس كده، فيعلم مكانه بالظبط زي ما بروح السحوب، فيعلم مكانه بالظبط، فيبدا هو يحط الخيطين بتاعته الاشكال الهندسيه ويبدا يقطع الرخام. وساعات يعمل رخام سميك ورخام اعرض شويه، فكان يسمى ضرب خيط رفيع، يسمى ساعات يسمى ضرب خيط،
فريد. إذن فهو شاف إن هو لا يعمل الأرضية ده. ده قرار أنا ما أقدرش أخذه دلوقتي مثلا. أنا لو جيت دخلت عندي وأنا برمم أثر وقلت لك أنا شلت الحجر المعصراني وهبدله بستايل الأرضية الرخامية هتقول عليها إيه؟ تقول لي لا ده غلط ده ظفر الأثر ده كذا كذا. لا على شكل جمالي يعني ساعات هو بياخد في قرارات كتيره بياخدها بشكل جمالي ان هو اولا ساعات عنده في المخازن اثار تخص نفس العصر وارضيها وفككها وعينها في المكتب اقول لك انا خلاص بدل ما ارميها وتترمي تبله يعني طب ما انا اعرضها زي مثلا التسقيه بتاعت حد محب الدين اللي في المنزل اللي جنبنا ديت مجهوله من اثر تاني اسمه عليك تخدها باين حاجه زي كده والله هو حصلت مره انهم كانوا بيناقوا بعض يعني اللي انا بقوله ده ما كانش بيتم بشكل سهل كانت يعني مره اللي لو حضراتكم تشوفوا صور قديمه بتاعت فريس دافن اللي مصور فيها صح السلطان حسن فهتلاقوا في فسقيتين وضوء هتلاقوا فسقيه شافعيه اللي هي كبيره حمز الحوض وفسقيه حنفيه اللي هي عباره عن حوض حنفيات كده فايه اللجنه في مرحله ما قررت انها تنقل الفسقيه اللي هي الحنفيه الصغيره يعني عشان معطله الصحن بتاعه والفسقيتين في الصحن والمكان نصحه جاي فيه فقال لك انا هنزل الفسقيه بتاعتي اللي هتكلم فيها في مسجد الطوم جوه المرداني والمرداني وهو مقفول ما فيهوش ايه؟ فسقيه. طلع في عمر 12 هزقهم التقرير. ازاي انتوا بتعملوا كده يعني؟ يعني بغض النظر كيف هزقهم يعني هو يعني شكل لابد طلع اللي هو مش ازاي تنقلوا قصر شكله اصيل واي نعم مجدد المضاف في العثماني القديمه دي. في المسجد بتاع سلطان حسن وتنقلوه في مسجد اخر وده طبيعه مختلفه وشكل مختلف وبتاع فلكن القرار ساعتها الخطا من عدمه لازم يتوقف على قرار اللجنه في الوقت ده وحتى اعمال اللجنه دلوقتي على فكره طبعا في قرارات طلعت من اعمال اللجنه في الطاقه العربيه تعتبر اصل خلاص احنا بنتعامل معاها على انها اصل فانا عشان انا تاني اقول طب انا اقول لك مثلا دلوقتي تعالى لو انت بقى بروح في اللغه المندالي الجديد اللي هم اللي نقلوها ونرجعها تاني مش صح لان ده بقى خلاص بقى برضه حادثه تاريخيه انا ما اقدرش اتعامل معاها تاني قلنا المصادر المصادر اللي احنا اتفقنا عليها كل ما قربت من الاثر وتاريخه في المصدر كل ما كانت المعلومه موثقه السلبيات دي دي اداره كامله في القلعه اللي هي اداره بتاعت اسمها اداره التسجيل الاثري عندها السلبيات القديمه كلها وعلى فكره في موقع على النت نشرت معظم السلبيات دي ان شاء الله المحاضره الجايه هحاول اوديها للدكتور علي واديها لكم اللي هو ارش نت واسلامك ارت كل الحاجات دي اتنشرت في ارشيف يخص كريزويل ويخص معماريين كتير جدا عدوا على مصر حتى السلبيات من القلعه بنلاقيها موجوده برضو على المواقع ديت وبتديك صور ابيض واسود عن الاصل الاحياء القديمه والاثار تقدر انت من خلال حصولك على السلبيات القديمه لهذه الاثار ان انت تعيدها شكلها الافضل يبقى انت عندك وثيقه وعندك مصادر وعندك مراجع رسالة علمية وعندك السلبيات القديمة اللي تقول لك ده كان شكله الملفات القديمة في إدارة المحفوظات عندنا ملفات قديمة في الدور 12 في العباسية دي ملفات الآثار كلها بتعمل كذا لجنة علشان تستفها يعني عشان يعني تعمل لها زي ارشيف وتسحبها في السمر ومشاريع كتير قوي بس مع الاسف لحد دلوقتي كلها متعثره لان احنا المفروض المحفوظات ديت زي ما كراسات لجنه حفظ الاثار اتعملت كراسات لجنه حفظ الاثار حوالي 74 كراسه ما بين فرنساوي وعربي وكلها بتقول اللجنه دي عملت ايه؟ علشان ترجع حظك حلو قوي لو انت بتطمن في اثر واللجنه بتشتغل فيها قبل كده كل ما قامت به اللجنه داخل الاثر كذاب باسعاره بالمعلمين اللي اشتغلوا بالمحاضر بتاعتهم وساعات وصلوا الى قاطع الاسترسال بتاعه كده بدا يجيب لك دراسه اثريه عن الموضوع ويبدا يكمل بعد كده ايه؟ شغله فانت في لجنه كراسات لجنه هذه الاثار بتلاقي داتا وافيه عن الموضوع ومع الاسف احنا بنفتقد ده دلوقتي انت انا دلوقتي عايز كراسات تخص وقتنا الحالي لما اخلص الاثر ده وانا خارج منه لازم مش هكون خارج ان انا رممته بس انا رممته واضفت له وجهه نظر حضاريه جديده اشرحها لكم ازاي واضفت له داتا او عرفت عنه داتا لازم تطلع في الكتاب لازم تطلع في الكراسات لازم اللي جاي زي ما دكتور علي ورانا كده الكتابه ازاي انا خليت جزء منها مشهر وجزء معمول وجزء قديم عشان اميز الاثنين برضه الكتاب عباره عن توثيق اللي هيجي هو انا هشرح لك عملت ايه كمان كانت وجهه نظري في القانون بس زي ما دكتور محمود كان معانا نسخه من الكراسات ممكن نبقى نديها للاستاذ علي؟ اه ال 44 كراسه موجودين
لا الفرنساوي والعربي دول كانوا زمان نوادر يعني لما نلاقي حد معانا فهتلاقي الفرصات وهتقدر تستفيد منها في المشهور. اذا الملفات القديمه هتلاقي ملفات في اداره المحفوظات هتلاقي ملفات التفتيش عندك لو دورت ودخلت فالملفات كلها رغم انها ممكن تلاقيها ممتلئه كده وبتاع بس هتلاقي شويه ورق تفتيشيه قدام زينا كده كتبوه وحته قصوصه وبتاع هتبص تلاقي حاجات لو انت بتدور على منبر مسجد مثلا ومش لاقيها تعرف ان المنبر ده اتحط في المخزن الفلاني او راح في مخزن الجامع الفلاني انت هتبص تلاقي انت وانت بتدور في الاثر بتلم داتا توصلك لمعلومات عامل زي ايه؟ بس زي بتاع المباحث اللي ليها بوسه فاهم ازاي؟ ده اثار الدم والسكينه ومين مش عارف عمل ايه ومين كان بيجي هنا ومين كان بيطلع هي كده بالظبط انت عامل زي ايه؟ وعلى فكره دي لذه الموضوع كله ان انت عمال تحل الغاز وممكن تقعد بالليل كده تفكر مع لما تلاقي حل للمشكله يعني. البيئه المحيطه زي ما اتكلم دكتور علي من شويه على مساله البيئه المحيطه ان انت ازاي تدخل الاثر انت داخل بهدفين انك ترمم وتترمم وتحفظه وتمنعه من الانهيار يعني انك تحفظ الجمالات اللي فيه انك تضيف له حضاريا انا هضيف له ايه حضاريا بقى؟ اضيف له حضاريا بمعنى ان انا وانا بعمل حفار في ارضيته او بسحب رديم من جزء ما وانا بحفر مثلا لقيت شغل ولقيت بقايا ادوار ولقيت بقايا الليل في الحاجات اللي كانوا بيحطوها في الطبق لقيت فزاكر قديمه لسينما لقيت سيناريو عظم الحاجات دي كلها بتسحبها وتشيلها وتعمل لها دراسه وتشوف دي جايه منين دي رايحه فين وبعد كده ممكن الاثر المتخلف منه تلاقي فيه قديمه بتتفرع حاطط فيها انواع من الامور اللي بتستخدمها في الاثر حاطط فيها نماذج للشباب اللي بيستخدموها في الاثر حاطط فيها تذاكر وحاجات للناس اللي عدت على هذا المكان حاطط فيها تراث كده بتلاقي له علاقه بالاثر ملوش علاقه بس في الاخر انت بتعمل حاجه جميله جدا. ممكن بيعملوا قراءه الحوائط في دكتوره مي او نيري عملوا فكره ال قراءه الحوائط ان انت تخش يقول لك الحته دي تحدثت وكان فيها كذا وهي دي الحته اللي بتفصل بين البوابه بين الجامع وكان بينهم كذا قراءه الحوائط وانت ماشي مش بيخليك تبص على الاثر بس كده توتاله وتفتكر على الله لا بيديك قصه المكان دي بنسميها اضافه حضاريه ما ضفتش حاجه بس ضفت معلومه وانا خارج ضفت ان كان في فلان مدفون في الاوضه هنا ضفت ان كان في اثار لقيتها في التزيين ضفت بكريم اللي داخل عملت له اسراف بمعنى ان انا زي ما شاف المكان اللي هو دخل في الصرف حتى في سياح ساعات بيجي يخشوا بيوت صغيره كده وبتاع يقول لك انا ما شفتش حاجه يعني اثار دي كده بتحصل يعني يقول لك انا ما مرتش في اماكن مظلمه وبتاع ما فيش حاجه لكن لما انت بتدي له معلومه حضاريه تحكي له قصص هو بيحب مثلا البيئه عفوا كلمه البيئه المحيطه المقصود بيها هنا ايه؟ البيئه المحيطه بحيث ان انت تسال الناس اللي حواليك يعني انا مثلا لو كنت شغال في مكانه فايزاي المحسوبه على عمرها دلوقتي ربنا يعني يكون تاثيرها ان شاء الله الفيلم فايزاي في جزء وراها اللي بيقى منها هي الوجه بس وراها ارض خاصه بالاقتصاد فالارض دي قطعه حته ارض فاضيه احنا عايزينها مساحه الظروف الامنيه وانا عارف ان احنا بنشتغل فيها لكن لما كنت بسال حوالين الناس يعني بسال الناس في المكان وانا بحب اطلع على القانون اللي هو ده واقعد مع الناس في البشر اللي بيعملوا ايه فواحد عجوز قوي قال لي طحن البلد فايزاي بلد فايزاي دي مواطن الجامع الازهر الجامع الازهر من ساعه ما اتنشا وهو عنده لازمه ان هو يوفر ميه في جميع جهاته كان عنده ميه في الجهه اللي في الحسين بس الناس بتدخل من كذا بوابه فاللي داخل عايز يتوضا بس عشان يتوضا يلف ايه؟ يخش فيبدو ان الراجل او ناس كانت في وكاله فايزاي راحوا استغلوا صاحب وكاله فايزاي عشان يعرفوا فيه ميه. فالراجل العجوز ده قال لي على فكره صاحب وكاله زمان كان فيه ميه. فانا خدت منه المعلومه وحطيتها في قلبي ان انا ايه؟ هعمل كفايه مفيش مرجع بيقول لي ما عنديش وثيقه في حاجه انا عندي معلومه ان واحد ماشي في الشارع كان بيقول كده. ماشي؟ المعلومه ديت رغم وثيقتها وانها مش موثقه لكن ممكن تتعمل كفايه لو حطيتها في قدامك يا جماعه حد وانت غلط في بالك هت ايه؟ هت ممكن وانت بتعمل حكايه تبدا تستدل منها على حاجات توصلك لنفس المعنى ان كانت صحيحه. التنسيق الفوتوغرافي اثناء ما انت شغال ده بالنسبه للمتكلم بقى على مراحل العمل التنسيق الفوتوغرافي للاثر معايا يا جماعه التنسيق الفوتوغرافي للاثر مهم هو كده كده الاستشاري المشروع هو داخل بتطبيق
انت بتراجع لو انت شايف ان انت محتاج توثق تاني سواء تراب او جزء عشان تبدا تحفظ كل علاقه اللي عندك ومحدش بعد كده يقدر يدوس فيها حاجه ويخالفك في الراي ان ده كان وضعه فلاني وده الوضع الاصلي. لا انت لما تطلع الصور دي تحسن المساله زي ما بتطلع الوثيقه وزي ما بتطلع اي مصدر عندك. نسخة الإلكترونية نسخة مطبوعة تصوير الفيديو يمكن إعداد مادة فيلمية تصلح كوثائق. بمعنى نحن نفتقد دلوقتي في زميل لنا كان اقترح على دكتور زي حواس في أحد الندوات إنه إحنا نعمل قناة زي ناشونال جيوغرافي كده إن إحنا يبقى لنا قناة خاصة بينا وخصوصا إن إحنا عندنا آثار عندنا آثار وبتترمم وبنقعد نوثقها ونصرف عليها وبالتالي أنا إيه المانع إن أنا في الآخر وأنا شغال أعمل أجيب حد بيفهم في السينما بيفهم في الإخراج وكل وأنا شغال يجي ياخد لقطات وبعد ما ياخد اللقطات دي يجي في الآخر يبص على الداتا العلمية ويجيب مذيع فوتو رقيق وجميل ويبدأ يعمل لي وثائقي أقدر بيه إن أنا أعرض أنا عملت إيه. مش مجرد فيديو الوزير جاي يتفرج عليه، لا ده وثائقي يوازي لجنة حفظ الآثار كده شغلها ويوازي أي حد جاي عايز يبص على الأثر يشوف الأثر ده اتعمل إيه من أول وقت واعمله وثائقي بحثي بمعنى يخص الباحثين ووثائقي بتمنتج اقل يخص الفضائيات والحاجات دي اعلنوا فيها. يبقى انا روجت للاثر عرفت مراحل الترميم اخدت باحثين اذا فانا في النهايه عمل وثائقي مصور وبعدين انا بستخدم بقى الميديا اللي موجوده دلوقتي اقول انا جاب الحمد الاثار اللي كانت مشكوره بجهدها الجبار ده انها تقعد تعمل لي الواح ازاز وحفظها لي لحد النهارده فيها الصورة القديمة وانا بقول الميديا اللي عندي دي كل واحد فينا عنده الكمبيوتر بتاعه ويقدر يعمل كذا وكذا في الاخر ما اقدرش اعمل وسيلة حفظية باستخدام هذه الميديا. في التوثيق الفوتوغرافي الدائم اثناء العمل الموقف قبل وبعد واثناء طول ما انت شغال بتصور يبقى عندك هرم صور كبير قوي وقدرتك على انك تنظم الصور ديت ان انت تفصلها خشب تفصلها حجر تفصل شغل اساسات مش عارف ايه بيقعد معاك المرمج برضه بتشتغل في المسألة ديت وطول ما انت شغال وبتخلص المراحل بتعمل البومات سواء البومات على الجهاز او البومات تطلب من الشركه من زي ما داخل المؤسسه انها تطلع لك الحاجات دي تطلع لك في البومات صور ورقيه. الاضافه الحضاريه للاثر واعاده الترميم، الاضافه الحضاريه اللي احنا اتكلمنا عليها انت بتخرج من المكان وبتكتشف حكايه وبتطلع عناصر جديده خاصه بالاثر. العناصر دي بتضيف ليه وبتخلي اللي داخل بيتفرج على حاجات جديده تستاهل الفرجه الى جوار الحاجات اللي موجوده فعلا. يعني مثلا ده قصر الامير طاز موجود في الصوفيه طلع منه كان مسؤول عنه استاذ جمال مصطفى طلع منه حاجتين جمال قوي يمكن حاجات تانية كتيره بس يمكن دي الحاجتين اللي انا اشتغلت عليهم في فتره اللي هي السائل الرأسية اللي موجوده في الدور الارضي وطلع حوض او بركه في وسط الصحراء واخد بالك. اذا فانت اضفت السائل ديت هتضيف لك انواع التروس واشكالها وهتوظف لك فكره تقنيه مهمه جدا للناس دي عرفت في علوم الحركه باع لا باس به يعني بحيث ان هو يقدر يعمل ساقيه راسيه وافقيه ويقدر يطلع المياه للدور الثاني والثالث ويقدر يعمل مصانع او احواض فوق يوصل بها المياه للدور العليا وهكذا. اذا فانت عملت مجهود حضاري تقدر تحكي بيه قصه طويله عريضه قوي وتقدر تعمل جنب الساقيه دي لو لقيت اوضه فاضيه تعمل بيها مثلا معرض للعلوم العربيه او علوم الهيدروليك عند المسلمين مثلا. يعني تقدر انت لما تلاقي عنصر وعايز توصله تبدا تخش ايه تعمل له حاجه. البركه اللي موجوده ديت تعتبر نموذج انا بعتبره نموذج مش مكرر لبركه في قصر مش موجوده انا ما شفتش زيها صراحه. انت بتلاقي فسائل ونفرات وبرك وضوء لكن دي اعتقد انها كانت بركه جماليه في قلب ايه حديقه يعني. وفي ناس سميتها مغطس يعني في برضه اختلاف في المساله. ده منزل الست وسيله. المنزل ده اثناء الترميم وبيكشفوا عن العوارض بتاعه الارضيات او الكاميرات اللي في الارضيات لقوا تحتها او تحت كمر من الكاميرات ده كان كمر مسلح على فكره كان مرمي اتشال فلقوا تحتيه بقايا نافوره او بقايا فسقيه لما كشفوا عنها لقوا انها لها بدل مكمن واشكال مخصصه من الخارج تم كشفها وبعدها كده كسوتها بملاط ملائم عصرها. الشكل ده شكل بسيط واتحط ايه او تم كشفه داخل الصحن بتاع القاعه الارضيه بس في وراء مدلولات كتير قوي. انا دلوقتي منزل ست وسيله ده اغطس بيت في المنطقه واطي جدا فلما لقيت التسقيه دي لقيتها اوطى بحوالي 92 سم. اذا فبقت البقعه بتاعت منزل ست وسيله هي اقدم مكان او اقدم بقعه موجوده ولما خدت التسقيه دي وقارناها بالفسقه بتاعت الفسطاط لقينا في شبه. طب احنا ممكن نحط احتمال انها ممكن تكون ايوبي او فاطمي وخصوصا ان صاحب البيت كان رادمها يعني ما كانش عايزها
وكان بني عليها قاعه وشغال يعني. اذا انا عاوز اشغل دماغي واقول لك ان هذه التسعيه لا ليس لها علاقه بمنزل الست وسيله، وانها ردمت وانها كانت تابعه البيت قبل كده او للقاعه بتحقق البيت قبل كده، وان هو ايه ما كانش عايز يستخدمها، وبدليل ان الفسقيه دي الارضيه اللي جنبها كانت بتودي على المدبن او مكان لكل الدواب، وما ينفعش تدخل باب على قاعه فيها فسقيه. اذا ففي اوضاع معماريه اختلفت، اتبنت حضاريا اضفت عنصر، اثريا درست وضع وضعه وتتبعته لحد ما وصلت للمكان اللي استجد عليه، وعرفت ان دي النقطه بتاعه قاع الفسقيه دي هي اقدم نقطه في المنطقه، لانها لو جبت انت اللي هي بيقيسوا مستويات الارضيات في الشوارع والبيوت وقارنت هتوصل انت دي اقدم نقطه في المكان، ودي معلومات لا باس بيها لما اثر يوصلها جوه بيت بيومه. التوثيق لمراحل الاعمال عبر دفتر الموقع، ده دفتر بيكون عندك اللجان اللي بتدي لك بتملاه بتقول رايها بتقرر لك حاجه، لو اللجنه دي عشان ما تبقاش تعمل مكتبات وهات وخد وبتاع تقول اللجنه انت تشتغل هنا زي ما احنا عملنا كده في الشغل الاخير، اللجنه بتحط شغلها في دفتر الموقع، وبالتالي بيبقى ايه في صفه تنفيذيه بتاخدها انت تشتغل بيها وانت مطمن. الانتهاء من الترميم، بعد ما وثقت مراحل واطلعت على وثيقته وحققت كل اللي انت عايزه من الكشف والانماء الحضاري للشكل اللي انت شغال فيه، لا تسليم ابتدائي وتسليم نهائي ومعاينه اللجان. التسليم الابتدائي اللي هو التسليم المبدئي للاثر، النهائي اللي هو بعد تقريبا مرور عام على الاستلام الابتدائي عشان تتاكد ان اعمال الترميم ما حصلش فيها حاجه، لكن لازم دايما تحط في حسبانك ان العوامل البيئيه ما تسيبش الاثر في حاله سواء مسلم ابتدائي او نهائي. انت هتلاقي الرطوبه سحبت وهتلاقي الدنيا يعني بتشتغل برضه تمام، وعوامل التلف بتظهر تاني بس بشكل نسبي. بمعنى لو الترميم رديء يعني مساله قدام قوي، لو الترميم فعلا ترميم محترم وخامات ملائمه بطبيعه الاثر، بتلاقي الاضرار دي عباره عن اضرار عاديه جدا اللي هي بمرور الزمن الحاجات البسيطه اللي تلاقيها، لكن لما تلاقي حاجه كلها بتقع يبقى انت في مشكله. عشان كده التسليم الابتدائي والنهائي الفتره اللي بينهم بتحكم الاثر وبتحكم جوده اعمال الترميم. انتهاء التسليم الابتدائي والتسليم النهائي، اعداد الماده العلميه لمراحل الترميم. مطالب ان انت بقى كل اللي انت اشتغلته وخروجك من الاثر بهذه المعلومات ان انت تشترك في وضع كتاب او ماده علميه. واعتقد ان حتى لو ما حدش طلب منك كده انت مطالب بينك وبين نفسك انك تعملها. واي اثر في منطقه لازم يطلع منها يا بحث يا كتاب يا دراسه. يعني ما تسيبش منطقه الا لما تكون عامل فيها شغل، حتى لو انت ما فيش ترميم انت بس بتمر عليها. لازم انت اكتر الناس يعني ميزه الاثري ان هو اكتر الناس معاشر الاثر موجود فيه، ياكل قاعد فيه طول النهار بيشرب فيه بيقعد هنا مثلا، ممكن يقعد فيه لحد بالليل مثلا لو عنده رمشيه. اذا فهو عايش في المكان وقاري عنه كويس قوي، لما بتعايش مكانه وتقرا عنه وتقرا عنه وتحبه فانت تبقى افضل الناس اللي تشتغل فيه. ان انت يبقى عندك نوستالجيا حنين للماضي يعني، بدون نوستالجيا حلو مش مرض نفسي يعني. بلك التعامل مع الاثر في الحاله دي بيبقى شكل من اشكال الابداع في المرحله دي. والمرممين برضه كويسين عالي. ماشي حاضر. ملاحظات على هامش مشروع الترميم. دي يعني اعتبر كده انا ايه في عجاله قلت لكم كل ما يخص او كل ما انا اراه في الموضوع. في ملاحظات بقى بسيطه قوي. كيفيه تقييم الشركه ان انت بتبص للعماله. العماله ساعات بتبقى مدربه يعني، هو الشركات دايما بتحب توفر، هو بيقول لك في المقايسه او في عرضه انه عنده عماله مدربه وسي في قبل كده في 10 فترات وعمل كذا وكذا وكذا، بعضهم صادق مش مشكله، وبعضهم بيجي تبص ليه في الاخر العماله عنده هو جايبها برضه بدايه لو هيشتغل في حاجه دقيقه جدا. وهتلاقي العمال اللي بيشتغلوا في الهد والبناء والحاجات دي عمال بسيطة جدا، مش ايه مع احترامي لكن ما هماش خبراء في الاثار ممكن يعمل لك خلاف. انت في الحاله ديت يبقى عندك القدره ان انت توجه الشركه وتطلب منها العماله المدربه، والعكس كمان انت ممكن توقفها الاعمال. ساعات بقى الناس تصرخ في موضوع ايقاف الاعمال ده، يعني لا ما توقفش وده مقايسه وانت تتحمل المسؤوليه، وصاحب الشركه يروح يقول لك محضر في الاسم كده يعني. الحاجات دي بتحصل على فكره انت وقفت، لكن يعني احب قوي ان مفتش الاثار يبقى من هواه تحمل المسؤوليه، اللي هو لو شاف قراره صح يدافع عنه لابعد مدى حتى لو الامر وصل، ولانه في الاخر صح لما يتعرض الكلام ده على لجان يعرف شغله او في موضع المساءله فيبان ان هو الصح، لانه ما بيفتعلش مشكله. المغامره المحسوبه في اتخاذ القرار زي ما اتفقنا انك بتغامر اه، بس لازم تدرس الاول. حل المشاكل الطارئه، حل المشاكل الطارئه ده بيستدعي ان انت
اللي هي مشكلة طارئة داخل الأثر، بمعنى ان انت عندك جزء معين بتشتغل فيه بيواجه فيه مثلا انه خلاص هنهار والمؤسسة بتاعتك لسه مش شغالة او واقفة، يعني عايز تدخل سريع، فعملك مع المسألة دي بان ممكن مثلا ان انت بسرعة تستحدث بند، بسرعة ان انت بتأمر الشركة انها تعمل ده على اي حال، بعد كده بتبدأ الشركة تطلبك بالبند ده بعد كده، يعني افضل ان انت تبقى مرن في التعامل داخل المكان عشان تضرب خطورة عن الأثر. فكرة مؤسسة الأعمال المفتوحة، أنا في نظري إن المؤسسات الحالية، ممكن اتكلمت في الموضوع ده مع زمان كتير جدا، المؤسسات الحالية دايما بتيجي تقول لك أنت هتعمل 1 2 3 ماشي، لكن المؤسسات دي تصلح لو أنا هعمل فندق أو هرمم مبنى عادي أو هنكس عمارة، لكن لما أجي أشتغل في أثر أنا أعتقد إن المؤسسات لازم تتغير، بمعنى تكون مؤسسة مفتوحة. إيه المؤسسة المفتوحة؟ إن هو يقدم لي بنود عمل لكن أنا عندي إمكانية ان انا اعمل مقايسه موازنه. ليه؟ وانا جاي شغال في الصقل لقيت ان انا لازم اكشف عشان في سيرفرات تحت الموقع ده مش موجود، وانا بشيل بياض لقيت تحت البياض ده رسومات جداريه حوالي 7-8 لوحات، عايز شغل سنين بالك، انا لازم عايز لي بند تاني، يبقى اذا تحت الارض في بند حفايه وعلى الحيطان في بند، لقيت تحتتين مدهونين وعايزين ترميم رقيق، لقيت اذا المقايسه عندي لازم تستوعب ده. طبعا لما بتتعامل مع الكلام ده ازاي، ان انا اقدم تقرير للجنه واللجنه ترفعه تجيب عليه بند مقايسه ومن الوزراء يوافق، طب الاثر هيستنى لحد امتى؟ ده هي المفروض ان الاثر احنا شغالين اديني امر بسرعه عشان اشتغل. اذا المقايسات اللي لازم تتعمل جديده لازم تكون مفتوحه، استوعب الكلام ده ان يكون في لجنه قائمه للاثر، بمعنى ان انا الاثر ده استفاد فيه شيء رغم ضفل المقايسه، انا اعلمك ان انا ضفل، اعلمك ان انا ضفل، بقول لي بعد كده انت هتعمل ايه وهتضيف الفلوس ازاي، انا معرفش، انا مش مشكلتي خالص، انا خلص شغلي، الاول هيدفع لي فلوس زياده، الاول هتقصد مني، ما فيش فلوس دلوقتي، ما فيش معدات دلوقتي، انا معرفش، انا ليا الفصل ده بيعمل دلوقتي، الضغط ده عايز شكل يرتب الضغط بس ايه، وهو يمكن بره بيشتغل في فكره ان انت تبقى المواجه للمساله بتاعها، انت بتحط ايدك في الموقع وانت بتقول هعمل ايه وعلى اساس ده بتصرفك اللي انت عايزه تقدر تعملها. فالمقايسه المفتوحه او المرن على الاقل اعتقد ان هي افضل شيء دلوقتي ممكن يتعمل. عدم تنازل المقايسه الحاليه مع طبيعه العمل الاثري اللي اتفقنا عليه، الاجراءات المعقده لاستحداث بنود او القيام باعمال جديده، تعرف اجراءات ولجنه دايمه واضافه مجلس وزراء، الحفاية داخل المشروع منزل الست وزيره ده شفناه، امكانيات عمل طرق والعرض داخل الاثر زي وكاله فيصل، زي سابين فيصل بيضاء، عفوا مش الوكاله، سابين فيصل بيضاء بعد ما دخل امريكيه مش كده شيف؟ الباب الامريكي بعد ما خلصت راحت عامله باترين كده عرضت الشبك والمسامير والحاجات اللي لقيتها، ممكن ناس تلاقي يعني مثلا في ساعات واحد يقول لك ايه لما تلاقي شبك او طقم صغير كده حضرتك يا عم احنا عندنا منها شويه يعني يمكن يعني ما. لكن لا انت محتاج ان انت الحاجات دي تحللها وتنظفها كويس لانها هتضيف للاثر حاجه وهتحتاجها، محتاجها حاجات كتير قوي، ممكن تلاقي واحده منهم عليها كتابات عليها تاريخ، ممكن تشوفك عليه في اسم صانع، تضيف انت اسم صانع من الصناعة اللي انت حطيت في الصناعة سطر زيادة في اسم صانع جديد، لو انت ولو انت اكتفيت بان انت تخليها في شوال تحطها جنبك ده مش هيوصل لحاجة، وفي الاخر خالص هتبص لما تسلم الموقع وتمشي وبتاع ترجع بعد سنة مش هتلاقيها، ويبقى خسارة قوي ضاع علينا اثر. فيتامين مناطق مكشوفة وقرية حوائط اللي اتكلمنا عنها، فكرة متحف الكنز المنزل زي الخطوم، بمعنى منزل زي الخطوم ده من حوالي 20 سنه تقريبا لقوا فيه كنز عباره عن مجموعه زلع فيها ذهب وفضه من عصور مختلفه وبتاع، والكنز ده محطوط هناك حتى من السنه. منزل زي الخطوم كل ما يجي المنزل ده انا قاعد فيه قعدت فيه 10 سنين، عايز حاجتين، عايز ذهب اديني انا عايز اعمل كده بالظبط، عايز فيه كنز ماشي، المهم بقى ذهب بقى وبتاع وانت عارف الناس الخطوم، عايز اشوف الكنز. طب ايه المانع ان انا مش عارف احط له كنز طبعا في البيت عشان انا واحد تامينيه وهو من البطنيه، طب ايه المانع ان انا اعمل معرض جوه البيت؟ انا خلصت تقريبا هو بقى تمام، هعمل معرض جوه البيت بصور هذا الكنز وعصوره المختلفه كيفيه العثور عليه بالك، واحط داتا كويسه قوي، وبعد كده الاوضه اللي جنبه اجيب بقى ايه الات سك العمله واعمل لها تكتات، يبقى انا عندي مكان لسك العمله بتتعمل ازاي، وادي العملات المصرية المختلفه، وادي ايه المعرض، انا عندي بيت في جماليات في قاعه وفان ونضاره وسلالم هو الاخر يعني، وعندي منظور حضاره جديد للبيت الكنز اللي انا لقيته، وعندي سياح هيجوا يدفعوا فلوس زياده، وعندي مصريين هيجوا يدفعوا فلوس زياده، وعندي باحثين هيشتغلوا،
ان مثلا الكنز ده لو في ثلاث عصور لعمله فيها على علم في حد عمل رساله في عصر واحد من العملات بتاعت الكنز ده، فبقيت العصور هاد شغل وعايز اعرف يعني انا بس الحاله للباحثين والزوار اللي عاديين عشان اعمل حضاره للقصر. انا بعتبر ده نقطه عشان ان الوثيقه هي مشروع قديم للتنميه المستدامه، يعني هو فعلا حاطط لك الاساسيات اللي هتشتغل عليها، هو عامل لك التنميه المستدامه اللي انت لازم مش تمشي عليها بحذافيرها، مش حافر على حافر يعني، لا انت على الاقل تستفيد بالتكنيك اللي فيها وتشتغل على نفس المساله. توضيح اعمال الحفائر باللوحات والمكات مؤسسه الدكتور اصل والصيام تجب ان تكون مع مؤسسه الترميم ويتم تطبيقها فورا تام الترميم. يبقى احنا اتفقنا الاول ان احنا عايزين مؤسسات لبنه مفتوحه اثر يطعم الاشراف والمرمم والمهندس ليهم قرار ان المؤسسه دي تضاف لها بيوت بشكل مرن، ومجرد ما يعلمك فيها اشتغل مع مؤسسه لجنه عشان تكون مشرفه عشان ما حدش يصير ماشي خلاص ديت. بس حاجه كمان لما تسيب الاثر وروح قافل المفتاح ورمم الحمد لله بعمل حاجه تفتح جميله نكتب صور زي ما بعد كده ايه اللي بيحصل؟ لو جامع مثلا صار مشكله زي الفل، لو مش جامع وفين وفين بقى على الحمد شوف ايه هيتاهل امتى ولا اتحط فيه ايه وبتاع. المهم ليه انا بقى انا عملت مؤسسه الترميم دي وهي مجموعه لمؤسسه اعاده التاهيل؟ يعني اللي مر المؤسسه دي لازم يمر الباك زي مع بعض بحيث ان انا انتهيت الشركه فين اللي بقى اللي هتعمل تاهيل او التنميه الحضاريه اهي او مش الشركه فين المشروع الحضاري اللي هي طب فين الهيئه الثقافيه اللي هتشتغل هنا اهي. اذا انا ما فيش يوم لان انت المكان اول ما بتقفل المكان الموحش الخارج هو اللي في زباله بس يعني لا هو اللي مفيهوش ناس. عدم وجود ناس في المكان بيؤدي بسرعه تعرض للاخطار انت بتشوف عقد مثلا في شاب تقدر تلحقه بتشوف عتب عايز يتصلح بتشوف كذا بتشوف كذا. مجرد فتح المكان وتهويته بيحافظ على الضباط لو انا قفلت الدنيا مختلفه خالص. اذا تاهيل المكان جزء من صيانته حتى الفتره اللي فاتت في الامتحانات الامني لو لاحظت كان ممكن معظم الاماكن اللي بتطحن او الناس اللي اتعدت عليها اراضي فاضيه اثار مش مفتوحه ناس خدت اراضي منها ناس هدت ناس ليه؟ لانه مش مؤهل ما فيهوش ناس. لو كان المكان ده مرمم وتم تاهيله كان الناس حتى بيقولوا ليه مرهبه عندك زي ما تقول انت جارك وفاتح بيته جنبك عمرك ما هتفكر تفتح له ابدا انت عارف ان في ناس ومحبوب. عناصر بسيطه كده بتتواجد في اي اثر زي ما قلنا نكرر تاني ان كل معظم الاثار حجر وحجر خشب حتى لو اختلفت العصور فماده البناء متشابه لكن التصرف الانساني كتراث انساني هو اللي بيختلف من حضاره لاخرى وان معطيات الحضارات كلها معظمها يعتبر متشابه ولكن اختلاف طبائع البشر هو اللي بيخلي فيها تكليف. يعني لو انت كان في زميل لنا استقبلته اول يوم جه في التفتيش قلت له تعالى فرجك على اثار المنطقه اللي عندنا فقال لي فيها اثار مملوك يمكن قال لي فيها تاثيرات سلجوقيه على طول كده يعني هو ايه ساب الدنيا كده لسه عارفش اي حاجه ففكره التاثيرات والحاجات دي ايه سيطره شويه على فكره ان ازاي حضاره اثرت على حضاره اخرى من لها. فانا في الغالب دايما بشبهها بان طفل عمري ما هستغرب ابدا لما الاقي شبه ابوه شبه امه او في ملامح من جده او جبهته تشبه فلان الفلاني في العيله. اذا هذا الطفل هو موجود ولكن بتصرف جديد وبملامح مختلفه مفيش عيب ابدا ان هو يبقى شبه حد من عيلته او بيحمل بعض ملامحه بس هتبقى رابطه قوي لو طلع هو كده. وده اللي بيهتم برضه ان هو اكيد بياخد من الحضاره اكيد بيتنقل من مكان لمكان وبيشوف وعينه بتتعامل واكيد لما يجي بلدي هيشتغل بشكل محلي بشكل محلي يعني يخلق كل ما هو شافه يستفيد من جميع الخبرات وينتج اثر جديد. فما ينفعش ان انا اقول ان هو بيحمل تاثيرات السلجوقيه بس هو فعلا بيحمل تاثيرات السلجوقيه دي دراسات جد او اضافت لعلم الاثار بس لازم زي ما انا درست التاثيرات لازم اعرف حجم التصرف في ايه اللي وحجم الانجاز الفني اللي هو عمله لان في الداخل برضه زي ما قلنا كده هو داخل في اطار منظومه تاريخ الفن بالنسبه لنا هو يعني عصر معين بالنسبه للعالم كله هو تاريخ الفن. قراءه معماريه الواجهات قصيد من حجر ماده الحجر بصفه عامه هي اللي بتشكل معظم الواجهات اللي احنا بنعدي عليها. يعني لو عايز تطبق عمل وانت ماشي من المحاضره بص على الواجهات وحاول تتذوقها تذوق جديد اتمنى اللي احنا هنقوله يعني يكون منعكس عليها. سميتها قصيد من حجر علشان حاسس ان اللي اشتغل حجر في الواجهات
نحتها بشكل في شعر وفي سيمترية وفي تناغم، وهو الحجر نفسه كمبدأ رغم انه مأخوذ من بيئة مغايرة شوية، لكن هو قابل للنحت والتشكيل، زي ان هو مادة بنائية بيقدر يحقق بيها صفة في اللي هي تعتبر سر الجمال للآثار الإسلامية. انا بسميها اللي هو عزم بيئي. عزم بيئي يعني ايه؟ بمعنى انت لو دخلت المنزل اثري قديم كده، اول ما بتخش بتحس ان المكان ده مختلف عن بره، يعني انت دخلت حي مختلف، في جماليات، في حجر منفوخ، في خشب بشكل حلو وكل حاجه، لكن في النهايه ماده البناء والشكل المعماري اللي اتبنى بيه هو ساهم بجزء كبير قوي في استعاره لجماليات المبنى. ثاني ازاي؟ انه عزلك عن الواقع اللي بره، اول ما بتخش بتنعزل عن الصوت وعن الحراره اللي بره، درجه الحراره اللي جوه بتقل طلب من 3 إلى 5 درجات عن بره، زائد الصوت نفسه بيتعزل، ده اسمه العزل البيئي. العزل البيئي اللي هو بيعزل المبنى عن الحراره وعن الصوت، عن اي مواسم خارجي وعن الصوت، ده بيديك في الاخر شكل مختلف سكينه داخل المبنى، وده اللي يمكن اي سائح اجنبي بيخشه بيحس بيه جوه المكان، وخصوصا لو معتمد على فكره الرحابه في الداخل والمفتاح الداخلي اللي احنا عارفينه. إذا فالحجر هنا اللي انتوا عارفين ان لازم يكون عباره عن مدماك، ومدماك معظم الحجر مدماك، ومدماك بدون الخشب بيحط فيها رجيم ودقشوم وحاجات ثانيه، وده سبب اللي هو تخيلات الحجر والدقشوم اللي في النص وطبقه الرجيم دي ابتدت تعمل العزل الى جوه كسرات الحجر. ده بالنسبه لتكنيك البناء بشكل سريع يعني. تخطيط المشهد الجمالي، الواجهات في العماره الاسلاميه على اختلاف عصورها، انا هنا مش معني بعصر بعينه او تاريخ للزخرفه مش كده او راحت، لا انا بقى انا من اكتر من عصر هجيب لك معلومه اتمنى انها تعمل زي ابجديه لفهم العناصر المعماريه بصفه عامه. تخطيط المشهد الجمالي ده بيسموه الفنون السينوجرافي، اللي هو تخطيط المشهد، ده بيتم في النص في الميادين وفي الواجهات الحديثه، وبرده كان بيتم في الواجهات القديمه، كان بيتعمد فيها دايما ايه؟ تناغم، تناغم التناغم بين العناصر، يعني مش شرط انها تكون شبه بعضها، التناغم ان هو ان هذه العناصر قابله للتشكيل والتداخل بشكل في الداخل يؤدي الى ايه؟ الى منظور جمالي انت تقدر تستوعبه. السيمتريه، ودي السيمتريه احنا عارفينها في الفن الاسلامي بصفه عامه، هي فكره انت لو قسمت الواجهه او مثلا طبق كذا كده قسمته نصين بتلاقي في الغالب النص ده شبه النص ده. التناسق اللوني، تناسق في الالوان، والخطوط، الخطوط سواء في الاطارات او في الكتابات او في الازارات اللي موجوده، كل ده بشكل هندسي. يمكن انا دكتور علي وقفت بره، واعتقد لو كانت حد فيكم جاوبني على السؤال ده، لو في واجهه مجموعه الصلاح دار تلاقيه ماشي في ازار حاجه لفوق كده وفجاه واخد القوس لتحت كده وكمل الازار لتحت، هو كان في غنى عنه، كان ممكن ما يعملوش خالص، وليه عمله بحوده كده يعني، وليه خد الكيرف ده؟ الكيرف ده برضه سؤال انا عمال اساله لنفسي كده فتره مش لاقي له حل يعني. في حاجات مش شرط تكون ليها حلول او ليها اجابه. ده بالنسبه للتناغم والسيمتريه والتناسق اللوني والخطوط. علاقه الشكل بالوظيفه هو قمه التناغم، يعني زي ما احنا قلنا ان الشكل المباشر ده بيقول لك ان الحاجه اللي قدامك دي جميله، من الحاجات برضه اللي بتنعكس عليك تاني اللي هو علاقه الشكل بالوظيفه، بمعنى ان انت الاثر ده مؤهل بشكل وجهته وفي عناصره المعماريه ان هو يحتوي مجموعه من الوظائف، هو هيبقى فيه سبيل في مدخل ومدرسه ومدخل رئيسي ومراكز او ملاحق. الواجهه من بره بعد ما نتكلم عن شكلها وتاريخها وبتاع بتكون معبره عن الشكل ده، بتلاقي مقصوص على وجه المبنى، تلاقي القبه، تلاقي الشبابيك بتاعت الضريح، تلاقي شبابيك التسليم. اذا انت الواجهه هي عنوان المبنى، بتعدي عليها تعرف المبنى ده ايه. فانت لما تكون ماشي في الشارع حتى لو مش عارف الاثر ده ايه، بس انت ممكن تترجمه كده، تبص اه الطرف اللي جبت اللاعب ده او الوزارات اللي موجوده دي طرف اسطوري، ده مجموعه، ده مش اثر بس لوحده، ده مجموعه معماريه. ليه؟ اصل فيها قبه، فيها مخزنه، فيها سبيل ملحق. اذا انت لما تعرف الجديات بتاعت تناول الاثر من الوهله الاولى تقدر تستوعب بقيه مكونات المبنى. لماذا كان الحجر مادة بناء يفضلها المعمار الملائمه البيئيه؟ الفكره بتاعت الملائمه البيئيه للمكان هي فعلا بتطبق اكتر حاجه في نظريه حسن فتحي. هذا الراجل كتب كتاب مهم جدا وهو مادته اللي هي نظريته الاساسيه اللي هي كانت عماره الفقرات، واللي عمل القرنه وعمل مدن كده قرى محدده
في امريكا وفي صعيد مصر وعمل مشاريع برضه هنا الناس في فيلل ومنشآت خاصة. هذا الرجل كان عنده ورد اسمه تحفظنا ورد. وثاني حاجة في المبدأ بتاعه ان هو بيستغل نفس العمالة من نفس البيئة المحلية علشان هي اللي تكون بالبناء. يعني استعان بالعمال وبالتالي هيستعان بالأفكار المحلية بمبادئ البناء المحلية وبخبرة المحلية في البناء في البناء. فهو بيعمل مبنى غير منفصل عن بيئة. ده كنا احنا بنتكلم عليه يعني مثلا زي ما قلنا احنا بنرمم القصر دون الانفصال هو في الانشاء اصلا كان كده. وبالتالي هو نظر الى هذه الفكره بنفس الطريقه وحقق الغرض. فالملائمه البيئيه هي شكل من اشكال التناغم والاستيعاب الجمالي لموضوعنا. القابليه للصياغه والتشكيل ده في ده بالنسبه لشكل الحجر طبعا بتقدر تعمل منه مصنفات بتقدر تعمل منه اطارات وتنحت عليه التبات كمان. تحقيق صفه العزل الخصوصيه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي العزل الخصوصيه العزل البيئي. العزل البيئي عامل ايه؟ الحراره الخارجيه بمعنى حتى الفرق دلوقتي ما بين بيوتنا الحاليه اللي معموله بنظام هيكلي خرسانه مسلحه يمكن بيعجبني هو وصف دكتور طارق المري هو بيقول لك انها مصائد نموذجيه للحراره والبروده. فعلا انت قاعد في البيت مش مفصوع عن حراره بره الحرب الدنيا بره حر انت بتعمل كل حاجه. طب هي عزلتك ازاي؟ انا قعدت في البيت ده ليه؟ المفروض انها تعزلني عن البيئه الخارجيه وبالتالي انا في فرق وده اللي عشان انا تعبت وبنيت البيت ده. لكن ما يكونش في فرق هو الحراره داخله لك والبروده داخله لك انا بنيت المعمار ده ليه؟ اربع حيطان وخلاص يعني الفكره كده. فده يعتبر خطا معماري احنا بنرفع ثمنه وهندفعه الاجيال القادمه ان احنا يبقى عندنا المعمار الاسلامي ده كله مستوعبين جمالياته او مش مستوعبين. لكن في النهايه المعماريين المصريين فضلوا فكره القالب الجاهز بتاع الكونكريت وبتاع النظام الهيكلي وسكفنا بيوت في بعض كانها علب كبريت وقعدنا فيها وبنصرف بقى المليارات اللي انتم شايفينها علشان نعدل حراره المكان علشان نبقى معزولين بيئيا. انا اذا انا بعزل نفسي بيئيا بالفلوس دلوقتي بدفع كهرباء تكييف بدفع عارف ايه الكفايه علشان اقدر احقق العزل اللي كان المفروض المبنى يحققه لي انا ما اقعدش جواه محتاج الحته دي. والصف قادم وهنتفرج. تحقيق صفة العزل والخصوصية. مادة بناء تجمع بين الوظيفة والشكل الزخرفي. فعلا الوظيفة ان هي بتكون حيطان شايلة احمال حيطان عليها شغل كوابين مثلا او مقرنصات شايلة بروزات وفي نفس الوقت هي مادة خام اقدر انحتها واشتغل فيها. تحليل بعض عناصر الواجهات للعمارة الاسلامية ومنها اطارات حجرية. ده انا هتعرضها بشكل سريع وبعد كده يعني افتراضا اعرضها لكم بالتفصيل. اطارات حجريه تعرف بالجفت، زخارف نباتيه وهندسيه، شرفات تطاول الواجهات، تناوب منتظم بين ميدانيك الحجر بالابيض والاحمر، سنجات حجريه بالاعتاب والعقود اللي هي معروفه بالمزررات الحجريه، والمقرنصات والمزررات الحجريه. الشرفات. الشرفات دي يعتبر النهايه الدراميه لاي مبنى او من الناس يعني فكره الاعمار مغرم ان هو يعني يعمل المبنى بتاعه بشكل رائع كده بس لازم يعمل له تتمه جديده. التتمه بتاعت المساجد دائما هي الشرفات ديت. ترى وكشك دائما يقول انها عباره عن التناغم الروحي بين المصلين. فالشرفات بتبقى عباره عن شكل تجريدي لتراص المصلين في المسجد. خد بالك فالمساله كلها البعد الرمز بتاعها كمان المفروض ان احنا ما نقفش عند ده بس. يعني البعد الفصلي والفصلي والفكاشة هو بعد رائع لكن كمان جواه رموز ثانية. يعني مثلا هتلاقي حضرتك ايه مدرسة بيبرز الشاشنكير محاكاة محاكاة لكاتب الإمام الشافعي. يعني هو بيكرر نموذج اللي جواره. هتلاقي القبة بتاعتك وده دي الشرفات بتاعتها. هتلاحظ انا في المنظور اللي انا بقوله ده منظور شخصي لهذه الشرفات. يعني اللي هي فكرة ان الشرفات بتاعت القبة بتاعتك كانها تعبر عن صاحبة القدر المصونة المتعددة ذات النسب. وهي ممكن تتهيأ انها ست او واحدة بخمار بتتعبد بيها. فهو مش اعتباط العمل ده. ده في منظور الشخص وفي رأي الشخص هو مش اعتباط العمل ده. اذا حتى الشرفة لو هي فعلا بتوحي بتراث المصلين هي ايضا شكلها المفرط ده بيعبر عن صاحب المنشأة. فانت قريت برضه وانت ماشي شفتها وقريت ملمح تاني. ده تفصيل الشكل المدرج للشرفات الشكل القديم ده
بقى 500 كيلو متر مقاول مدن صالح بمناطق العربية السعودية. ممكن يخش يكتب بينه في مرة ان في نموذج وران ابعد منه كمان ازاي النموذج الثاني ابعد منه، وان ده نموذج للشرفات بس كانت لسه في شكلها البدائي اللي هو النحت على الحجر، ما كانش بقى وصل لفكرة ايه التفريغ. هل بقى اقول لك ان المساجد خدت ده من مدن صالح؟ هو اتطور في حاجات في يعني بين الاثنين في جامد الاجابه ديت والناس درستها قالت لك اتطور من حضاره فيها كذا وكذا وكذا لحد ما وصل بالشكل ده. اذا دي حضارات بتاخد من بعض، لكن في النهايه كل حضاره بتتصرف. هو عشان بينحت في جامد اتصرف كده مفيش فراغ، لكن هو عشان بيقطع الجزء وبيحطه فوق وبيحطه في جامد بيقدر يعمل الفراغ والمعنى اللي احنا عايزينه. ده جمع احمد كلوم، ده الاتجاه التجريدي اللي بيعبر عنه الدكتور صالح عكاشة بالظبط. ده شكل التراص والتلاحم كمان، ده مش شايفين البنيان المؤمن اللي هو البنيان المكسور. فاعتقد ان هو افضل تعبير للشرفات هي عرائس السماء الخاصه بمسجد احمد كلوم قبه الامام الشافعي وقار العلماء. انا بشوف فيها ان هو ما بالغش فيها، عملها بشكل هرمي وحط النجم اللي جوه بعبره بشكل ما عن وقار هذا العالم. عنصر زخرفي وتصرف مختلف اللي هو مدرسه استاذ حسن، بساطه قررتها مساحه التنفيذ. هو محتاج عنده مساحه ضخمه جدا، فبساطه التنفيذ هتمكنه من التكرار فقرر وعمل شكل ورقه النباتات الثلاثيه. شرفه مدرسه قانبايه 100 فور شكل مشكله الكبرياء اللي هو الشخص اللي هو وسط التقليد دوت ومحاوله الدافع اللي هي شخص عضلات يعني واخد بالك. فهذا الشكل بيعبر عن الفخامه والكبرياء. الغوري وكانه مصر محلق، يعني بالنسبه لي انا شفت ان الغوري هو اقوى من اللي فوق، يعني نموذج الغوري اقوى من نموذج اللي فوق، وكاننا بنفرق بين امير بالملك وامير خاضع. يعني الاثنين ده له كبرياء ده له شكل اكبر من السلطه. حسن البابليون التصنف المعماري في الواجهات، قلنا حاجه اسمها الابلق والمشهر. الابلق والمشهر اللي هو التناوب اللوني بين الابيض الاحمر والابيض او الابيض والاسود. هما الابيض والاسود بيطلع عليه الابلق، لكن كله بيتحط في اطار واحد اللي هو المشهر. الحجر المشهر، الحجر المشهر ممكن تكون بدايته كانت في العصر النمر وفي العصر الروماني عن طريق بعض المنشآت الحربية. كان بيعمل تناوب بين الحجر والحجر، فالتناوب ده بصفة عامة أدى لتناغم لوني، يعني كان تناوب لوني ما بين الأبيض والأحمر في المبنى. وأعتقد ده اترجم بعد كده باللون، يعني أعتقد إن هو في البداية التناوب اللوني كان حاصل في مادة البناء، لكن هو بعد كده حققه بألوان. حتى بقى لو كان باني المواد كلها بإيه؟ بإن واحد، ولو توفر ليه أحجار زي اللون مختلف كان بيعمله. إذا فأنت عندك دلوقتي هي متوقعة بس لطيفة كده اللي هي حسن بابليون والمنزل رقم 5 في شارع التنبكشية هنا. حسن بابليون زي ما اتفقنا هتلاقي فيه فكرة نعم لا ماشي؟ حتى عملها شباب في العلوم. ده منزل رقم 5 منزل في القرن العشرين واخد نفس الطريقة. مش هقدر اقول مثلا المنزل رقم 5 في التنبكشية تأثر بحسن بابليون يعني. لا يعني المسألة كلها إن في تكنيك في البناء من صاحب المنشأة لما بيلاقي عنده حجر ولاقي عنده مادة بناء من الحجر وحابب يوفر، لأن الحجر مكلف ونحت مكلف، حتى الحجر ذاته مكلف مبالغ يعني في حد في الترميم يقدر يشرح لكم الموضوع باستفاضة يعني. وبالتالي المسجد بين الاثنين عبارة عن توفير. المسجد بين الاثنين من الناحية المدنية يعني في مبنى مدني أقول لك أه ممكن مش قادر إيه يوفر كمية كبيرة من الحجر. حربي أقدر أقول لك إنه عايز يبني بسرعة مش لاقي يجيب كل الحجر اللي هو عايزه، يعني في مسألة في إذا الظرف اللي موجود فيه والطبيعة اللي بتقال المكان والإمكانيات المنشئ بتبقى هي اللي ممكن تؤدي لهذا التشابه وهذا التصرف اللي أودى بينا في الآخر لإيه؟ لموضوع الأبلق والمشهر اللي إحنا بنشوفه على معظم عمائل إيه؟ المماليك في مصر. الأبلق والمشهر واجب مدرسة الأشرف برصباي هو تناوب لوني، هو هتلاقيه مرة بالأبيض والأسود وهتلاقيه مرة بالأحمر والابيض، وهو يعني التضاد بيبين المعنى ويميزه، وبالتالي المبنى نفسه بيكون بشكل مغاير عن مبنى ساده خالص او من حجر ساده ما عملوش اي الوان. مسجد السلطان الغوري من فرد يشوف دي صوره اشرفيه، هتلاقي مدرسه سيف الدين صلاح مش الناصري ولسان الحال بتضب في تميز الاشياء. عنصر اخر بتلاقيه في الواجهات حاجه بنسميها احنا في المصطلحات المعماريه اسمها الجفت اللاعب،
او وصناعه العلاقات الهندسيه. دايما معظم المعماريين المسلمين لما كانوا يعملوا ارضيات رقميه او زخارف هندسيه على القباب كانوا مغرمين قوي بالعلاقات الهندسيه بين الاشكال بين النجوم والمربعات والارضيات اللي موجوده، فكان مغرم بانه يعمل فيها تداخل ونطلع العنصر ده العنصر ويشغل منه عنصر ثاني، فصناعه العلاقات الهندسيه على المنابر في الارضيات كانت هي شغلته. في الجفت اللاعب ده كان هو زي ما هو مغرم ان هو يخلص النهايات ويفنش الشغل بتاعه كويس بشرفه، كان هو برضه مغرم ان هو الشبابيك والحاجات بتاعته يقطرها يعمل لها اطار، هو كان محدد قوي كان محدد قوي، فكان الاطارات ديت بتلاقيها في واجهات الوكالات دي، واجهه وكاله قايتباي ده جفت لاعب. لما يكون الجفت ده، الجفت ده كلمه فارسيه معناها القطار المتوازيه، لما بيتقابلوا مع بعض ويعملوا اشكال هندسيه بنسميهم جفت لاعب زون ميك، يعني ايه؟ ان الخطين دول لعبوا مع بعض ودخلوا في شكل هندسي وخرجوا ايه كملوا خط تاني وبعديها بمترين التقوا تاني وعملوا شكل. ساعات بيقولوا ان النجمه الثلاثيه هي الشكل العثماني للجفت لاعب، واللي هي الثلاثيات اللي هي ذات مرونه او تشبه الدوائر المتداخله ده بيبقى مملوكي، وده ساعات في ناس بتميز المباني العثمانيه عن المملوكيه بالشكل ده. زي ما قلنا هو كلمه فارسيه، وده تتمه او الى جوار شباك في وكاله قايتباي وقع خلف الجامع الاثار على اول شارع محمد عبد. زخرفه ممتده بارزه بالنحت على الحجر في شكل اطار او سلسله. النموذج من وجهه وكاله قايتباي. جفت اللاعب منزل زينب خاتون، ده جفت لاعب واستخدم الاطارات ديت انه لعب بيها ايه؟ العاب كتيره بقى، يعني هو دلوقتي بيجدد وبيتصرف وبيطلع الايه؟ بقيت الزخارف اللي عنده عامله زي كانها تعابين لفه على بعضيها كده، واشتغل واكثر عمل بيها نيمه عقد، يعني الحجر اللي تحت ده حجر نيمه بتاعت عقد، فهو عمل تتمه معماريه بنيمه العقد في الحجر وعمل تتمه تفوقيه بالاطار. زخارف القباب منطلقه من الجفت اللاعب عند بريس دافن، هتلاقي في قبه تغريباردو في قبه ستامبرز باي، هتلاقي خد الجفت اللاعب بقى في القبه اشتغل بشغل ثاني خالص، ان هو كمان النسبه والتناسب بين شكل القبه ان كل ما تتصاعد كل ما يستبق تنشيط الزخرفه وبالتالي المجهود يبقى اكبر، فكان ده تحدي ليه ان هو يقول لك انا هعمل زخارف مثلا مفصصه على القبه، انا هعمل زخارف هندسيه متداخله، انا هعمل جفت لاعب بهذا الشكل، فهو بيضيف للعبء المعماري بتاعه عبء اخر زخرفه. يمكن الدكتور محمد حمزه عامل كتاب مهم جدا في موضوع القبال ده يفيد اكتر في هذا الموضوع، فهتلاقي مثلا القبه الاولانيه جفت لاعب متداخل، هتلاقي القبه الثانيه تداخل بين اشكال هندسيه وكذلك الموجوده جوارها، وكلهم منطلقين من اطارات جفت لاعب برضو شغالين بيها. وعلى فكره دايما الهلال اللي فوق بيشير لاتجاه المبنى، بيشير اتجاه المبنى، الهلال اللي فوق المبنى واللي فوق جامد بيشير دايما اتجاه المبنى، واحيانا كان بيضاف لي زي قبه الامام الشافعي وقبه الايوب بيتحط عشاني لا يجمع المركب، وكان بيتحط فيه قبول للايه؟ وكان هذا الرجل حتى في مماته يعني مصدر للعلم ومصدر للخيل وتجليد، دي اثنين ليها رمزيه يعني. الكوابيل الحجريه. الكوابيل الحجريه ده عباره عن حيله معماريه انت بتستخدمها او استخدمها المعماري علشان يوسع المكان. المهندس المسلم رغم لو قلنا تخانات الحيطه قلنا قاعدين في مكان واسع قوي، حتى تخانه الحيطه ما سابهاش من غير ما يعمل فيها لوحه، هو مش محتاج لوحه حتى يعمله في الحيطه يعني، وعنده مكان ممكن يجيب فيه اساس ويحط بلاد واثنين وثلاثه، لكن استغلال تخانات الحوائط نعملها تعملها في البيوت. معظم البيوت تلاقيها في منزل الصحيح فضعته، معظم مثلا مش لازم تلاقي ضريب او ضريب هي من قرب وصفات وماليه ازاي. زي ما حد يستفيد من الداخل يستفاد من الخارج، رغم انه عنده صح مساحه كبيره لانه برضه عمل رواشن يعني بروزات ترجع عن المدينه. حارات ضيقه تخطيط المدينه كان قصبه عظمى شارع رئيسي تتعامل عليها شوارع فرعيه. انتهاء بقى لحد الخوفه والشارع والحاره والبرد، كل دي كانت تفريعات صغيره من القصبه العظمى. الحارات الضيقه كانت مناطق هواء نموذجيه. الحاره بقى تلاحظ من مصر دايما في تغير هواء مستمر ومتجدد. طيب الهواء ده هو كان لازم يصطاد منه الهواء، يعني ايه؟ يقدر يعمل فيه روشن او مشطبيه او ملقف هواء يقدر بيه ان هو يدخل اكبر كميه من الهواء بتتحرك جوه المبنى، وبالتالي ملاقي في الهواء والحاجه لوجود الرواشن. كان في البرود ده بيكبر بيه القاعات وبرود الشارع بيقفله باخشاب فبتبقى مشطبيه،
لو هي مش مشكله مصريه هتبقى روشه وبروز في سمت الوجه. الحاله المعماريه في حمل البروز كان عشان يشيل الكوابيل او البروز ده عشان الرواش من المشطبات دي كان يلزمه حاله معماريه اللي هي الكوابيل. الكابول الحجري اللي بيسمى الكباش او الكباسات وهي بتاع نفس المصطلح سموها كباش لانها في بعضها بروز بيتكلم. نشوف الصور دلوقتي هتلاقي منها انواع كتير قوي. هتلاقي مثلا السبيل ده سبيل فرنسي. الكباش اللي موجوده فيه او الكوابيل اللي موجوده هي مش شايله حاجه معماريه يعني ضخمه ولكن شايله حوض بيسموه حوض منبل. الحوض اللي كان بيتحط عليه كزان الشرب عباره عن حوض رخام ضخم جدا كان بيتحط عليه كزان الشرب اللي مربوطه بسلاسل في الايه؟ في الشبابيك. ممكن تتخيله عشان كده بيسموها كباش. بسيط في الشكل شويه مش هتلاقيه بعيد عن الوصف قوي لكن كان في اشكال منها من التوابيل بتاعهم المشروبات هتلاقي مخرطات اشكال زجاجيه وزخارف هندسيه وما الى ذلك. انواع كتير قوي من التوابيل كلها كانت بتؤدي الى نفس الغرض ونفس الفكره وكانت ساعات بيسموا التوابيل بيسموها كبسات. واعتقد ان اسم الكبسات ده جاي ان في حمل والرجل دي بتكبس في الحيطه يعني في حاله حمل والحمل فيه كبس من الكابولي او رجل الكابولي على الحيطه. وكان دايما من شروط الكوابيل انها تبقى عباره عن مدماك موازن مدماك البناء. يعني ما هياش مش واخدها طول المبنى لا بحيث ان الانشائيه يبقى ماشي بشكل صحيح. هنلاقي الكوابيل في اشكال ثانيه هي ادي حوض المنبل زي ما بتصوره كامل يعني. كوابيل على دماغ وشباك سبيل كما رسمها فريس دافن وده برضه عباره عن روشن او بروز حقيقي لمبنى. هتشوف الكوابيل استخدمها ازاي طبعا هتشوف المخرطات والجبت اللاعب عمله ازاي واشتغل عليه ازاي واخد بالك. فهو مغرم بالاطارات بالتحديد بالنهايات كل ده لازم تقراه وانت ماشي تقدر تحدد تاريخه وتستوعب جماليات وتحدد مكونات المبنى وتحدد عصره كل ده لو انت استوعبت ابجديات هذه العماره ماشي. هندخل تاني على حاجه اسمها الصمدات الحجريه. الصمدات الحجريه ودي دي فتوانه شويه من العماره الاسلاميه اللي هي ان هو يقدر الاعتاب بتاعت الابواب كان دايما بينتهي بعتب عباره عن بلوك من الحجاره. هو شايف ان هو كمان ممكن يعمل فيه زي ما هو له غرض انشائي كده او معماري هيشيل فيه حمل وبيقفل الباب من فوق. هو ممكن كمان يقطعه زي المكعبات ويعمله عاشق معشوق في بعضه. ده بيسموه السنجاط او المزررات. المزررات يعني تتزرر في بعضها. السنجاط دي جايه من السنجه او السنجه اللي هي موازين اللي هي بنفس الشكل. السنجاط جمال او السنجاط جمال كان عباره عن موازين كده لها شكل مفروض بس مكتوب من فوق كده. فهم استخدموا نفس اللفظ في وصف السنجاط المعشقه او الايه او المزرره. دي وجهه الصلاح نجم الدين ايوب شكلها الابسط اللي هو عباره عن اشكال ناحيه اشكال دائريه بسيطه وبعد كده تتدخل مع بعضها وبتعمل ميل. ودايما العتب بتلاقي عتب وعقد عاتق ونفيس. اللي احنا شايفينه ده ده العتق العتق بينهم النفيس وبعد كده بتلاقي العتب. هوريك الشكل كامل اعتقد ان شاء الله هو موجود هنا اهو ده الشكل على بعضه ماشي. بتلاقي ايه ده العتب وده العتق العتق وده عنصر دول مش هيتلوا حاجه. عتب انه عامل العتب بتاع الارضيه يعني كل شيء كل ده له عتب فوق وتحت سفلي وعلوي فبيبقى مستوي كده ماشي. العقد العاتق عقد يعني فرش قلت ليه نايم. النفيس ما بينهم منطقه في النص ودي منطقه في الحياه او الفكره اللي هي بتتكلمها في الحياه. اذا انت عندك الشكل كامل وده بيوصل لك شكل اخر من الاشكال اللي هي السنجات او السنجات ما يعرف بالسنجات. المزرعه حاجه ثانيه مغامره لصالح الشكل يعني ده من شباك القشر الفرسجاي وده تصرف جديد في السنجات. عمل ايه بعد كده؟ بعد ما جرب كتير في السنجات المعشقه فضل ان هو يعمل العتب زي ما هو ان هو من بره العتب يعمل له شكل بطاقه يجلده بطاقه يعني. فعمل العتب سليم ويمكن ده عشان هو قلقان منه مش هينا عشان ممكن ده بيحصل لما يلاقي الاحمال هتزيد قوي فوق العتب ده فمش عايز يخاطر جزء فرنسيا وانشائيا. فقال لك لا انا امنه وايه واحط انا الزخرفه اللي انا عايزها وبالتالي حط العتب سليم وراح حط عليه حاجه ما يعرف بالسندات الكاذبه. السندات الكاذبه ان هو راح معاكش فيها مدررات وبتاع من بره. ده السنجه ليه كاذبه؟ انها لو صادقه ايه؟ حاجه الناس تقول تطلع. فقالوا عليها كاذبه علشان هي واجهه بس.
ماشي. واحيانا بقى في اصول ثانيه انه ما يلاقوش الفرق تمام فينزلوها بقى بالمعجون وبتاع ويستخدموا المواد دي. فده الفرق بين السنجل اللي هي المذرات العاديه وغير المذرات الكاذبه. وجه سبيل قضيب الصليبه بالنسبه لهم برده ده بنفس ايه العتب هو اللون الاصفر والعرق العتب وادي ايه النفيس او النفس. خلاص كده استوعبنا الشكل ده. واجهة حائط غرفة السبيل عبد الرحمن كتخوده. اللي عبد الرحمن كتخوده كان واحد من المجددين في العمارة الإسلامية له حوالي 22 منشاة منهم 18 مسجد تم تجديدهم. هنلاقي لهم منشاة هنا سبيل يمكن ده علامة الشارع أو اللوجو بتاع شارع المعز يعني اللي هو سبيل عبد الرحمن كتخوده. وهنلاقي له عدة مساجد سواء جددها أو بناها أو بناها هو لكن كان له لمسات مهمة جدا وكان بيحب يتدخل بنفسه. يعني من المؤثرات عن عبد الرحمن كتخوده اللي هو وثيقة عامل فيها وقفية للحيوانات كلاب الشوارع والجزء ما تشرب تاكل ولازم تحط كوارث تنزلها وتكلم كلها. فهو كان معماري خير بيحب وقال انه كان بيحب ينفذ بنفسه وكان بيحط الخطط بنفسه. هو كان امير ومعماري ورجل من المهتمين بالعماره الاسلاميه بصفه عامه. احنا شفنا السجاد قبل كده في عتب الراجل ده بقى عملها في مبنى واجهه السبيل بتاعه بدل ما بيرص الطوب على بعضه هي بس هي في الواجهه الاماميه والجانبيه مش كل المبنى. بدل ما يرص الطوب كده الاماميه عملوا زي ما انتم شايفين كده سنجار. ده اعتقد شيء مهم جدا لو تخيلت المعماري هو او البنا او شاد العماره اللي موجوده في الوثائق القديمه وهو بيتصرف عشان يبني الحيطه ديت اعتقد انها مساله صعبه جدا بس الجماليات اللي نتجت عنها بتستاهل التعب. المقرنصات ده عنصر ثاني احنا كده بناخد الايه؟ عناصر طباعا. المقرنصات اللي هي ايه؟ واجهة الجمع الأكبر النموذج. أعتقد إن أبسط شكل من أشكال المقرنصات اللي بيسموها يا سعادتك بيسموها مقرنصات بلدي ومقرنصات إيه؟ شام. البلدي اللي هي لها اللي هي العقد بتاعها منكسر اللي هي منكسر. الشام اللي هي الدورية. المدبب اللي في حلب؟ المدبب اللي في حلب والدائري هو اللي في حلب. إذا فأنت عندك أنواع مختلفة من الزخرفة. المقرنصات دي عبارة عن إيه؟ علاج لفكرة الدنيا والنور والعمق في الوجه. ان هو برضه زي ما بقول لك جبت لاعب برضه بياخد النهايات ويفيدها. عارف زي المطرب اللي بيني واغنيه كده برضه نفس الفكره ان هو بيشتغل بالقرنصات وبيصعد بخارفها وبعدين بتنتهي في الاخر بالشكل اللي هو عايزه. بيعمل عمق ودنيا ونور وكانه بيتم اللغه بتاعته بيحقق الصوغرافيا او تخطيط المشهد اللي هو عايزه. وجه الجمع الاكبر يعتبر من نماذج الواجهات اللي دايما ما حدش يقدر يعدي على الواجهات من غير ما يدرسها بخصوص الطاقه المشعه بخصوص الاعتماد المدمجه وزخرفه العتب وما الى ذلك. كلها عناصر ادت بنا في الاخر ان احنا عندنا واجهه مكتمله فيها سيمتريه فيها تناغم فيها نماذج المنظر اللي احنا قلناه من شويه وقراءتها ما اعتقدش انها بقت صعبه دلوقتي. دي طبعا واجهه جامعه سلطان حسن عند بريس دافن برضو. هتشوف انت بقى اسلوب المقرنصات وصلت لحد فين والاعمده المدمجه والمربعات. يعني هو اشتغل على فكره الدم والنور والعمق والادوار السيمتريه ماشي. فانت وانت قاعد وانت واقف قدام الواجهه دي ممكن تطلع كذا ميزه في الفن الاسلامي وممكن تغصب بس ده سلطان حسن. التصرف المعاصر ده احنا مرينا بسرعه على مجموعه العناصر المعماريه اللي ممكن نستوعب بيها واتمنى ان انتم تشوفوا تاني وتطلعوا عناصر ثانيه لان الموضوع طبعا مش بتاعي لحد كده. لكن انا بشوف دايما ان مبنى الاسد في البيئه بتاعتنا هو واقف بيبص في المرايه بس اللي بينعكس عليه صوره ثانيه هي التصرف. واعتقد ان اي شيء جميل في واقع غصب عني وعن اللي حواليه هينعكس عليهم وهتأثر فيهم حتى لو احنا مش مظبوطين. انت البنا اللي انت جايبه عايز يقلد حاجه لان البنا بيغير لك عدوك في المقارنه تعمل عداوه تحاول تنافسك ان هو عايز يوصل لحاجه من اللي عملها حتى ان شاء الله بسيطه ساعات تطلع ركيك شويه تقول يا عم مش كده اللي حاول انت بتحاول. التصرف المعاصر انا عندي دلوقتي لو انت ماشي عند جامع فاطمه هتلاقي دايما في العماره الاسلاميه حاجه اسمها رعاه تنظيم الطريق.
وطلع ابو عبد الله الايمن دول كتاب مهم قوي اسمه الفوائد النفيسه المعجمه في حكم شوارع يقول لك الشوارع عرضها يتعامل ازاي استقامتها الشوارع المتعامل عليها الفرق الجوي والتوجيه حركات الشوارع حركه الدول داخل غير الشارع اطلال الجار على جار اطلال الجار على صاحب جار النظام اللي حطيت الشرع حطيتها وحسبها احنا بس نسجل ايه؟ فبص اللي هي التصرف المعماري انا عايز اقول لك المرايه اللي بص فيها الاثر شايف ايه بقى؟ شايف واحد متصرف زيه بمعنى ان الجامع الاحمر اللي هو ده شط بنص الجامع الشط ده كان عامل ايه؟ انه على اول حاره ضيقه فعشان اي عربيه او حاجه داخله ايه؟ ما تخبطش فيه لو مشيت في مباني دلوقتي ليها مصي على الشارع ومش واخده الشط زي ده وبص تلاقي ايه بقى؟ التاريخ بتاع الناس اللي خبطت فيها تلاقي ايه خبطه هنا خبطه هنا خبطه هنا هتعرف انت التاريخ اللي قاعدين النموذج كله هو كان يعمل الخط ده في واحد في القرن العشرين راجل صاحب عماره في سؤال الدرب الاصفر موجوده دلوقتي عمل نفس الشطر خد بالك اذا هو راجل اتملى وعمل حاجه هو اما برضه من الحجر يبقى ايده اضرب فوق عماره قديمه برضه لكن وصل لنفس الحاله ده تصرف من العصر الحكومي ده تصرف من القرن العشرين ولكن منبت الفكره واحد ده محل من الضرب الاصفر محل شارع المعز المحلات ديت هتلاحظ ان هو ايه الراجل اتابع على قدر الامكان انه في الاول وفي الاخر هو عنده نظام هيكلي برضه يعني هو دولة المسلح لكن هو عايز يبقى جميل زي الاثار اللي حواليه فجلد حضرتك وهو بيجلد ما فيش يحط اداره تاني غير الادارات الكتابيه مثلا اللي موجوده في المساجد وكده حط عقدين تحت حط نظام الابلق المشفر واخد بالك بس هو ايه يعني طفر الموضوع منه شويه يعني غير انه مش مشكله خالص لكن كان في شرط المحاوله اللي جنبه عمل نفس المساله واضاف المقرنطات ويمكن هو كمان المحل ده تحديدا لو طلعنا من عندنا من الجامع عندنا شكل جميل قوي واللي فوق ده المحل ده تحديدا جامع الفجر اللي هو تحت راس المشتاق لو بصيت لمقرنصات جامع الفجر هتلاقيها مقرنصات نازله بدلاقات كده هو ما عندوش الفراغ يعمل فيه دلاقات فقاها على شكل مسلم اذا هو برضه كانه القصب بص في المرايه فشاف واحد بيقلده وكان يدور جامع الاحمر وكان ديت يعني ايه هو ساعتين ده واحد ده راجل فنان المعماريين دايما شغل فنانين يعني بيحاول مش مجرد ان هو يعمل شكل خارجي بس او تخطيط من الداخل لا هو بيحاول يتعامل مع المبنى اللي بيبنيه ويكون له علاقه بالبيئه المحيطه فبيترجم منها حاجات ده راجل معماري وانا اسف ان انا مش فاكر اسمه لان هو مكتوب اسمه على المبنى وموجود جنب الجامع الاحمر برضه ايه؟ فالراجل ده حاول ان هو يعمل حاجه اسمها ديستراكت اللي هو انه يجرد عن ايه؟ يعني يستلف من الاوت لاين بتاع الفرق خطوطها ويترجمها هو بمفهوم تاني. انا شايف ان هو موفق في حاجات مش موفق في حاجات يعني هو حب مثلا ايه؟ ياخد من العثماني فكره ان هي زخرفه البواطات الخزفيه. بس اعتقد ان هي ليها فكره زخرفه ده المطب انا مش شايف لها مبرر معماري ولا جمالي مش لكن عجبني قوي ان هو خد الحجر الغشيم ده الغشيم ده العربي ده اللي عمله هنا كانه بيجرب الاشرطه الكتابيه اللي موجوده هو مش هيعمل اشرطه كتابيه بس هو ايه اداك نفس الاحساس عمل التجريب بتاعها خد بالك جه عمل جه في المبنى من فوق فلت منه شويه يعني يمكن ساعات يكون الراي بتاعي مثلا اصلا بما ان انا مستوعب جماليات فما بحبش حد يخرج عنها وده خلي بالك برضو نقطه مهمه قوي عرفت اتمليتها من واحد فنان تشكيلي محترم يعني قال لي وانت بتفكر فوق كده حاول تفكر عكس ما بتفكر يعني حاول تظبط نفسك وانت بتفكر عشان ممكن تكون بتفكر غلط ممكن تكون واقع في التفكير هي كده ارهاق ذهني شويه بس انت لازم تعملها ان انت وانت بتفكر في حاجه حاول تفكر في حاجه كده انت بتفكر ان انت متاثر بده كذا كذا لا ده انا ممكن اكون واقع تحت موقف مثلا حنين لماضي او 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 غرامي بشكل معين من فاذا تحليل المبنى ده مفترض ما يكونش تحليلك لان انا ظرف نفسي تاني مختلف
وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه نتكلم جمال العرب الاسلاميه لازم تختلف من شخص لاخر مش عايز اقول لك تختلف تماما منك انت النهارده مش جاي انت بكره وبالتالي ده هيختلف اذا وانا بستوعب جماليات المبنى ده شايف ان هو حد يجرب خط خطوط تعامل معاه بشكل كويس لكن ما وفقش في بعض الحاجات ما عملش التتمه المناسبه والمساله لكنه وفق مع الاسف انا ما جبتش الصوره لكنه وفق في الجانب الاخر ان هو قدر يعمل سيمتريه ورفارف وبتاع ويوصل لشكل حيادي شويه مع الاثر اللي جنبه وعلى فكره ده نظام برضو هيكلي اسمنت ومسلح والبره تجليد وده انا بعيب عليه برضو ان انت راجل مغامر انت تغامرت اصلا ان انت عملت مبنى بالشكل ده يا ريت تكملت المغامره وكنت خليته كله حجر علشان تحقق برضو ان مش الجماليات زي ما احنا قلنا مش شكل بس جماليات ان هو عبر عن وظيفه وان ماده البناء كمان عجلتني فماده البناء تفرق فانت التجليد هيبقى شيء اعتادي لعزل الحرارة من الداخل فانت هيبقى نفس مشاكل المباني الحديثه بنقول عندك فانت برضو اي نعم نشكرك على اجتهادك في الاول لكن انت كان لازم تتم المساله عشان تبقى قريبه من الاصل شويه. لجنه حفظ الاصول العربيه زي ما احنا قلنا كانت ما بتسيبش حاجه الا بتحط دماغها فيها يعني. لما جت كانت بتدي ترخيص بنا مثلا او تعايد حد عايز يجدد في اثر او بيت جنب اثر فكانت من ضمن الحاجات اللي عملتها عملت بيتين هي اللي رسمتها او رسمت رؤيتها وقالت دي ان دي النماذج اللي عايز يبني في اماكن اثريه فده البيت ده لجنه حفظ الاثار اللي عملته زي ما انتم شايفين لو تلاحظوا ان اللجنه ما كانتش متزمته قوي يعني ما كانتش مديه للناس اكتر من طريقتها شبابيك بسيطه عليها برضه اطارات بسيطه وشرافات من فوق وفي بيت زي ده كمان هتلاقوه على وجه الجامع الغربي على وجه الجامع الغربي النموذجين دول لجنه حفظ الاثار عملتهم عشان الناس تمشي عليهم ومع الاسف حصل عليهم تعديات من تحت زي ما انتم شايفين كده مع ان البيت ده تحديدا كان يعتبر لازم كان يحافظ عليه على اساس ان هو النموذج يعني هتبص ده محل رخام وفي محل رخام تاني اتعمل طلع فوق وقفل زي ما انتم شايفين في الدوار واشتغل فده برضه النماذج دي كان لازم نحافظ عليها اكتر من كده حتى لو هو بيت ارضي حتى لو هو ملكي ولكنه وقع في نطاق القاهره التاريخيه واعتقد ان كان من الواجب ان احنا نحافظ على المبنى ككل بنفس الشكل اللي كانت عايزاه لجنه حفظ الاثار العربيه. الموضوع في الاخر انا عايز اقول ان هو لازم رأيك الشخصي وده بيستعد لبنات اي مبنى لازم يكون مستند على روايات كويسه طبعا اساتذتنا اللي كتب في تفصيل هذه الفنون ولازم بعد ما تعرف التفصيل كويس يعني ايه يكون لك انت رأيك الشخصي لانه استعد جمال زي اللي بيقف قدام لوحه بيقف قدام لوحه بيشوف فيها اكتر من حاجه بيشوف فيها ان الفنان ده متاثر بكذا وكذا وكذا بيشوف ان خلطه الوان كان مقصود بكذا من الناحيه النفسيه وهكذا انت برضه بعد ما تستوعب جمالات الاثار اللي انت عارفها بعد ما تدرس كويس لازم تشوف رايك الشخصي اللي هتلاقيه منعكس بعد كده في كل حاجه تعملها في الاثار المساله مش عناصر تحفظها وتحفظها كنا بنمتحن فيها بس وتعرفها من جديد لا المساله ان انت تستوعب جمالات الاثار وتعرفها وان المبنى نفسه تقدر من خلالها تقرا المبنى نفسه ده عمليه لانك حفظت اجنبيات ويجب تقراها على وجهات علشان تعرف هي ايه دي بس اشكركم